الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات، جعل فيها أنهارا وفجاجا وجبالا راسيات، أخرج منها نبات كل شيء وقدر فيها الأقوات، أنزل الغيث مباركا والفلك بالخير في البحر جاريات، سخر الشمس والقمر دائبين والنجوم بالليل بازغات، خلق الحياة ليبلونا وكتب علينا الممات. نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات، ونعوذ بنور وجهه الكريم من السيئات والهفوات، ونسأله من نوره نورا ننجو به من العثرات وحالك الظلمات. وأشهد أن لا إله إلا الله ذو العرش رفيع الدرجات، المنزه الذات عن الاختصاص بالجهات، المحدث لكل الحوادث والمحدثات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعصوم من كل الشهوات، المبرئ من الهوى والمنزه عن النزغات والخطرات، مغلاق الشرور كلها ومفتاح جماع الخيرات. أما بعد، فيقول المولى عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكذلك يقول المولى عز من قائل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. السيدات والسادة الأكارم، بداية باسمكم نقدم أحر تعازينا لسعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي المحترم، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ومدير جامعة الشارقة، لوفاة عمه والد زوجته، ونقدم اعتذارنا لكم جميعا لعدم مشاركة الدكتور حميد مجول النعيمي هذا ندوتنا هذا اليوم بسبب ما ألم به من وفاة عمه. ونبدأ على بركة الله منهاج ندوة اليوم، السياحة الفضائية. على بركة الله، نقول الدكتور سيف السويدي المحترم المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أريد العلمية، السيدات والسادة المحاضرون والسادة المشاركون المحترمون، كل باسمه وجميل رسمه نرحب بكم في حضور ندوتنا هذا اليوم، ونقول لحضراتكم: وهنا القوافي رحبت بقدومه، والشعر أطرق وانحنى وترجل، والصمت أنطق نفسه متفائلا، فروى الحنين سنابلا وبلابلا، والعطر رشرش في الدروب أريجه، فرحا فصافح ظله وتظللا، والشعر غرد والقوافي دندنت والعود غنى والرنين تمايلا، أهلا وسهلا زائر الكرم الذي لمس النجوم وبالنجوم تخللا. سادتي الأكارم، أهلا وسهلا بكم في ندوتنا هذا اليوم، وبارك الله فيكم على وقتكم وعلى حضوركم معنا في هذا اليوم المبارك من أيام رمضان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل صيامكم وقيامكم وسائر أعمالكم. بداية وقبل كل شيء، أحب أعرف حضراتكم على مشروع سباق الأمم. طبعا مشروع سباق الأمم بداية وقبل كل شيء هو مبادرة علمية رائدة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية البحث العلمي ودوره في تحقيق التنمية والتقدم في مختلف المجالات، من خلال استكشاف مجموعة منتقات من المواضيع العلمية الرائدة والمستحدثة. يسعى المشروع إلى تعزيز الوعي بالتنافس العالمي في سبيل الابتكار والاكتشاف، وكيف يمكن لهذه الجهود أن تؤثر إيجابياً على جودة الحياة البشرية. طبعاً المشروع برعاية وتنظيم منصة أريد العلمية، وبالتعاون مع عدة أطراف بطريقة تفاعلية، منها قنوات فضائية، خبراء دوليون، رعاة المؤسسات والشركات، الرعاة من المؤسسات والشركات، وكذلك من أعضاء منصة أريد العلمية. كذلك سادتي الأكارم، أحب أعرف حضراتكم عن ندوتنا هذا اليوم. ندوتنا هذا اليوم هي بعنوان: السياحة الفضائية، الحلم يصبح حقيقة، وهي رحلة تأخذنا إلى عالم فسيح خارج حدود الأرض، في الحلقة الثامنة من سباق الأمم، حيث نستكشف عالم السياحة الفضائية، الحدود الجديدة للمغامرة والاستكشاف، وما كان يعد خيالا علميا أصبح الآن
واقعا مثيرا للاهتمام بفضل التطور التكنولوجي وانخفاض تكاليف إطلاق الصواريخ. كذلك هناك شركات كثيرة حاليا تتنافس في هذا المجال، منها شركة سبيس اكس لصاحبها ايلون ماسك، وتعرفون حضراتكم هذه الشركة العملاقة ومشاريعها العملاقة الآن، وكم صرفت كي تصل إلى حد معين تستطيع أن تجوب فيه الفضاء بسهولة وأن تحمل الصواريخ والأقمار الصناعية وغيرها. كذلك شركة بلو أوريجين وفيرجين جالاكتيك، مقدمة هذه الشركات تجارب لا تنسى في انعدام الوزن ومشاهدة الأرض من الفضاء. كذلك ندوة اليوم هي لتسليط الضوء في أعماق هذا القطاع الناشئ، لنستكشف كيف تغير هذه الرحلات تفاعلنا مع الفضاء الخارجي. وسنناقش أيضا التحديات والآفاق المستقبلية للسياحة الفضائية، بما في ذلك السلامة والاستدامة البيئية والتكلفة، وأمور كثيرة نتركها للمتكلمين الأفاضل. سادتي الأكارم، سيكون منهاجنا لهذا اليوم بشكل كما يعني الحلقة السابقة، متحدثون سيتكلم كل متحدث له وقت نعطيه، ينتهي المتحدثون ونفتح مجال واسع إن شاء الله للنقاش مع حضراتكم. كذلك في نهاية الندوة سيكون الأخ عدنان، أستاذ عدنان، يبدأ بتوجيه بكيفية التسجيل على منصة أريد وبكيفية التسجيل على شهادة المشاركة. سادتي الأكارم، قل للذي أحصى السنين مفاخرا، يا صاح ليس السر في السنوات. نعم أستاذ عدنان، نعم أكمل دكتور، تفضل تفضل. نعم، قل للذي أحصى السنين مفاخرا، يا صاح ليس السر في السنوات، لكنه في المرء كيف يعيشها، في يقظة أم في عميق سبات. معنا الآن الأخ العزيز الدكتور دريد، وهو تدريسي في قسم الفلك والفضاء. سنعطي نبذة مختصرة عن الدكتور دريد عبد السلام محمد. التحصيل العلمي دكتوراه فيزياء الشمس وطقس الفضاء جامعة ويلز في بريطانيا، باحث في مركز بحوث الفضاء العراقي لفترة من 1991 إلى 2001، ومدير قسم الأيونوسفير والاتصالات عالية التردد في المركز نفسه، عضو الهيئة التدريسية لقسم الفلك والفضاء في كلية العلوم جامعة بغداد منذ 2002 ولحد الآن لغاية الآن. نشر العديد من البحوث في مجلات علمية محكمة مثل Journal of Geophysical Research الأمريكية، وكذلك Astrophysics and Space Science وهي مجلات عالمية معروفة. كذلك هو عضو ومشارك في فريق شارباس الدولي لرصد كسوف الشمس حول العالم بقيادة الدكتورة شادي حبال من جامعة هاواي الأمريكية. حاصل على براءة اختراع مشتركة مع دكتور وليد إبراهيم من قسم الفلك والفضاء في كلية العلوم جامعة بغداد. كذلك له مشاركات عديدة واسعة في العديد من المؤتمرات الدولية والمحاضرات، وآخرها إلقاء محاضرة في جامعة كارديف في بريطانيا في عام 2023. أترك المايك إليك دكتور دريد، تتحفنا بمحاضرتك، تفضل أخي العزيز. حياك الله، شكرا جزيلا دكتور عبد الله على هذه المقدمة. صوتي واضح؟ نعم دكتور، تفضل، نعم صوتك واضح، تفضل. العرض مالتي لهذا اليوم راح يكون عنوانه السياحة الفضائية حلم حقيقي باهظ الثمن. طبعا أول شيء بس حبيت أن أبدي بتعريف مصطلح السياحة الفضائية، لأن هذا المصطلح بدأ يظهر للعيان صراحة خلال ال10 سنوات الأخيرة، أصبح من العناوين البارزة والمثيرة بكثير من مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، بعد أن تحول هذا المصطلح من مجرد عنوان افتراضي أو حلم بعيد المنال إلى حقيقة صراحة وواقع في حياة البشر، ولكن على مستوى محدود صراحة. ما هي السياحة الفضائية؟ شنو السياحة الفضائية؟ ببساطة شديدة جدا، السياحة الفضائية تشير إلى السفر إلى الفضاء للأغراض التالية. طبعا أنا راح أذكر المصطلحات الإنجليزية اللي هي تستخدمها الشركات المتخصصة في السياحة الفضائية حتى أوصلكم المصطلح بما هو. الغرض الأول هو recreational purpose أو لأغراض ترفيهية،
يعني هاي من ندخل على اي موقع لشركه راح يعني اشوف مياه ان شاء الله راح تنطينا هذا الغرض. الغرض الثاني Citizen Space Exploration، استكشاف الفضاء للمواطنين، هذا المصطلح الثاني اللي هو مستخدم عالميا. المصطلح الثالث او الغرض الثالث هو Personal Space Flight، الرحلات الفضائية الشخصية. والمصطلح الرابع اللي هم تستخدمه ايضا شركات الفضاء او شركات السياحة الفضائية هي Commercial Human Space Flight، اللي هي رحلات الفضاء البشرية التجارية. طبعا بس يعني حتى أبين لكم العالم دا يتجه إلى هذا النوع من السياحة. سنة 23 صدر تقرير عن شركة جراند فيو ريسيرش اللي هي من الشركات المعروفة بالعالم، يتحدث عن حجم سوق السياحة الفضائية بالعالم، وأنطى التقرير بأنه وصل الحجم سوق السياحة إلى 851 مليون دولار أمريكي في العام 2023. طبعا هذا يشمل التعريفات والتدريبات والرحلات الفضائية الافتراضية والحقيقية. ننتقل إلى أنواع الرحلات الفضاء السياحية. من أقول أنواع الرحلات الفضاء السياحية أقصد بها آلية السفر، يعني أو الوجهة الديستنيشن. النوع الأول هي الرحلات شبه المدارية، أو هو بالعالم نسميها سب أوربيتال سبيس توريزم. طبعا هاي الرحلات هي أكثر الرحلات يعني سهلة جدا بالنسبة لشركات الفضاء، وعليها إقبال شديد. تتميز بأنه قصيرة جدا. هذا الشكل اللي تشوفوه حضراتكم على جهة اليمين، السب أوربيتال، أنه تنطلق إلى نقطة معينة في حدود الفضاء. المركبة الفضائية أو الصاروخ يوصل المسافر إلى حافة الفضاء اللي نسميها بالإنجليش Age of Space. طبعا هذا الAge of Space أيضا مصطلح مختلف عليه، وماكو يعني بمشاكل أيضا، ولكن الايدج اوف سبيس على العموم بين ارتفاع 80 الى 100 كيلو متر، اللي هو خط يسموه كارمان لاين. يعني لو نوصل الى هذا الارتفاع راح نشوف اكو خط فاصل بين الغلاف الجوي الارضي والسماء، يعني اكو سواد واكو بياض، فخط فاصل بيناتهم. هذا هو الارتفاع اللي توصل له الرحلات السب اوربيتال او الشبه مدارية. طبعا العرض شو يكون، او المنهاج لهاي الرحلة دائما يكون بضع دقائق من انعدام الجاذبية والوزن، يعني المسافر يتونس بانعدام الجاذبية والوزن لدقائق معينة، واللي هي احنا نسميها weightlessness. وايضا اكو مصطلح يستخدمه شركات الفضاء panoramic Earth View، إطلالات بانورامية على الأرض، وبالتالي هي بها متعة ولكن لدقائق معدودة. الرحلات هاي تستغرق 90 دقيقة، ودائما أربع ركاب يعني تأخذ على متنها، وهي أيضا يعني موجودة حاليا. شركة مثل ما تفضل دكتور عبد الله فيرجن جالاكتيك قامت بعدة رحلات من هذا النوع اللي هي السب اوربيتال توريزم. النوع الثاني من الرحلات هي الرحلات الاوربيتال سبيس توريزم او المداريه. طبعا هنا ارتفاعها اعلى وتكون المده اطول، وتكون الرحله دوران حول الارض، يعني مو لنقطه معينه، والفتره ممكن تكون ايام وليس ساعات. طبعا هذا النوع يكون اغلى، المسافرين يخضعون إلى تدريبات شاملة، يعني يصير بها اختبارات فترات طويلة من تمارين انعدام الوزن والجاذبية، وأيضا تقرير أو فحص كامل للحالة الصحية، لأنه هذا كلش مهم جدا بالنسبة للمسافر في هذا النوع من السفرات السياحية. إذا ممكن الشيت اللي بعدها. نعم، هذا المنظر او الشيء يبين لنا الرحلات، رحله السب اوربيتال.
اللي تطلقه حاليا شركه فيرجن جالاكتيك. طبعا حضراتكم اذا تفوتون على موقع فيرجن جالاكتيك، انا فتت عليها واستمتعت استماره ليها، وبيها اوبشنات كلش هوايه واختيارات كلش هوايه، وكانه انت دا تحجز بوكينج هوتيل بوكينج، يعني تسوي حجز فندق زين، فالشيء كلش بديع. الاليه مالتهم الفيرجن جالاكتيك جميله جدا، طائره كان طائره احتياجيه ومحموله بها الكرافت او يعني هي هاي اللي احنا نسميها الجيت، وتوصل لارتفاع معين تنفصل الجيت عن الطائره وتبقى بالفضاء لعده دقائق وثم ترجع، والطائره طبعا هي ترجع قبل الجيت الى الارض. هذا بشكل مبسط وهو مستخدم حاليا، ويعني في الواقع مستخدم موجود. صراحة أي نعم. الشيء الآخر، هناك أنواع من الرحلات السياحية الفضائية شوية أكثر مكلفة، ولحد الآن لم تدخل الخدمة صراحة، يعني مثل السب أوربيتال والأوربيتال اللي هي خارج مدار الأرض. أيضا هي عدة أنواع. النوع الأول هي السياحة الفضائية القمرية، يعني تأخذك سياحة إلى القمر، وطبعا هاي أيضا بها عدة أوبشنات، عدة شغلات هم يعرضون عليك. يعني مثلا إذا أحد يريد يروح للقمر بس يأخذ له فرة حول القمر ويرجع، يعني ما ينزل على سطح القمر، هذا أوبشن. الأوبشن الثاني لا، ينزل على سطح القمر. وأيضا إذا تلاحظون هذا المخطط، يعني الرحلة ما تستغرق غير 5 ساعات و23 دقيقة روحة والرجعة، يعني فتشي كلش مختصر. يعني بدأت الحجوزات، أحد رجال الأعمال اليابانيين حجز أنه يروح هذه السفرة. النوع الثاني اللي هي ما بين الكواكب، هذه طبعا شوية بعيدة الأمد. الكوكب اللي المقترح أو المرشح هو المريخ، على اعتبار أنه هو أكثر الكواكب الصخرية قربا من الأرض. ننتقل إلى نعم، كيف نحجز تذكرة سفر فضائية؟ طبعا هذا نموذج لناسا عرضته للقمر. بالفعل قامت هواية شركات وضعت آليات للحجز على المواقع مالتها، ممكن حضراتكم راح أعرض لكم الشركات اللي تقدرون تدخلون عليها وتحجزون. الشغلة حقيقية، ما بيها أي شيء يعني من الخيال، ينطوك تفاصيل الرحلة كاملة. ولكن أكو شغلة أريد أنوه عليها، أكو شيء قبل الحجز يسموه البري فلايت، يعني ما قبل الطيران. كل شركة عندها برنامج تسميه برنامج الاستعداد للفضاء قبل الرحلة، تعريفات بالرحلة وتدريبات محددة. لازم يكون المسافر جاهز بدنيا وعقليا ونفسيا حتى يقدر ينطلق إلى الفضاء، يعني هاي شغلة جدا مهمة. طبعا فيرجن جالاكتيك عندها مكان أرضي قاعدة معدة في سان فرانسيسكو، العفو في نيو مكسيكو، عفوا في نيو مكسيكو، وأطلقت من عندها آخر إطلاقة أعتقد العام الماضي. طبعا بهاي القاعدة فحوصات صارمة جدا وتدريبات على انعدام الجاذبية واستبيان طبي لازم يقدم السائح اللي يريد. الحجوزات بدأت من 2014 والرحلات بدأت من 2022، يعني رحلات حقيقية من 2022. طبعا الحجز كل ما مثل الطائرات والفنادق، كل ما تحجز ايرلي بشكل مبكر راح تحصل على سعر أقل. يعني الرحلة اللي طار بها ريتشاردسون برانسون العام الماضي مثلا، يعني هو حجز بال2014 دفع 250 ألف دولار أمريكي على هاي الرحلة اللي طار بها بال22، يعني 8 سنين انتظر. هاي الرحلة بال22 صار سعرها 400 ألف دولار، صعدت 150 ألف دولار. فكل ما نحجز أبكر كل ما نحصل على سعر أفضل. أيضا هاي شركات السياحة السبعة اللي هي أشهر شركات السياحة المعتمدة بالعالم،
طبعا نعم إيه لا نعم هذه دكتور شكرا. تصدرها الفيرجن جالاكتيك والسبيس اكس والبلو اوريجن. بلو اوريجن هي مالك شركة شو يسموها التسوق العالمي، نسيت اسمها. المهم وبوينغ والى اخره. السبيس اكس اللي هو صاحبه ايلون ماسك هي طبعا شركه الصواريخ الوحيده التجاريه، طبعا هاي كلها تجاريه، اللي ارسلت الانسان الى المدار، يعني في رحله مداريه. زين، وهي واحده من الشركتين المعتمده من قبل ناسا، يعني عندها عقد ويا ناسا لارسال سواح الى الفضاء، تبيع تذاكر للمواطنين العاديين وطبعا لرحلات مداريه. طبعا هاي العمليه انه تيكت وحجز رحله مو سهله بالشيء اللي احنا نتصوره. عده شركات تدخل بالموضوع، يعني مثلا لما نريد نسافر نحجز يم سبيس اكس، ولكن اكو شركه اخرى هي كرو دراجون تتولى العمليات، عمليات الخدمات اللوجستيه. يعني اكو تداخل بالموضوع، مو بس شركه واحده تقوم بالعمليه، هذا كله حتى بس نحصل على تذكره سفر. يعني شغله بها نوع من شو اسمه، احيانا تكون بها نوع من التعقيد. دكتور لو تضغط لي على الموفي فوق الاول على جهه اليمين. نعم نعم هذا نعم. هاي الالي، شوف الاليات اشوفكم اللي تستخدمها شركات مختلفه، كل واحده عندها سياسه. الفيرجن جالاكتيك شوفوا تستخدم طياره تشيل الصاروخ او الجت وتطلقها، وهذول دي يستمتعون بالعمليه لمده عده دقائق، تشوفوهم متونسين ودا يمرون بحاله انعدام الجاذبيه. لو تفعل دكتور الشريط الثاني او الموفي الثاني راح تشوف انه سياسه سبيس اكس، لا صاروخ ينطلق من الارض، مو طيران، طياره وتشيل وياها صاروخ، لا صاروخ يصعد ينطلق وصاروخ يرجع، تبقى فقط الكبسوله وترجع الكبسوله بعد فتره. فاذا هنالك تنوع في اليات السفر. شلون عندنا احنا واحد يريد يسافر بطياره، واحد دوله معينه، او يريد يروح بالقطار، او يريد يروح بالباص. ايضا السياحه الفضائيه صار بها تنوع بوسائل التوصيل. ننتقل الى نعم. الان طلعت لنا شغله جديده اخرى، هو مو بس انه نسافر الى الفضاء، شلون نحجز فندق فضائي. الفندق الفضائي هي الاليه الاخيره بالموضوع، يعني نحجز مثلا سبيس اكس، نحجز عندها الصاروخ اللي وصلنا الى الفندق الفضائي. طبعا عمليا او فعليا يوجد فندق فضاء واحد فقط في الفضاء، اللي هي محطه الفضاء الدوليه الاي اس اس، الانترناشونال سبيس والله نسيت بالضبط، محطه الفضاء الدوليه. نعم ستيشن دكتور ستيشن ستيشن، انترناشونال سبيس ستيشن. نعم سبيس ستيشن. الاي اس اس هي يعني هي الفندق الوحيد اللي موجود الان بالفضاء. اكو افكار جديده، لو ندخل الشركات مسويه عده تصاميم، ولكن هاي التصاميم كلها قيد يعني الافكار بعدها. ولكن الفندق الفضائي الوحيد الموجود هي هي الاي اس 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 اللي هي انترناشونال سبيس ستيشن. طبعا ناسا، عقدت شراكه ويا بوينغ وسبيس اكس حتى ترسل السياح الى المحطه الدوليه. يعني بمعنى اخر سبيس اكس وبوينغ عملها عمل تاكسي الفضاء، شغلها بس تاكسي توصل الفندق يم ناسا. شوفوا شلون ترتيب، والعمليات اللوجستيه يم كرو دراجون. فيعني تداخل شركات مع بعضها حتى بس توصل السائح الى الفندق الفضائي. طبعا تكلفه الرحله الى محطه الفضاء الدوليه كلش غاليه، تقريبا حسب ما انه فهمت 60 مليون دولار، بس الاقامه
الليلة 35 ألف دولار بالليلة بالمحطة الفضاء الدولية. لو ننتقل إلى السلايد اللي وراء أشوفكم الآلية شلون بتصير. هاي الآلية اللي الآن تقوم بها سبيس إكس، ينطلق الصاروخ وشايل عليه هذا المكوك اللي هو موجود فوقه الدراغون، و إلى ارتفاع معين يسقط الصاروخ، والدراغون يستمر إلى أن يوصل إلى محطة الفضاء الدولية. لو تشوفون على جهة اليمين، هاي هي مركبة دراغون شلون تلتحم بمحطة الفضاء الدولية، والسواح الأربعة ينتقلون بسلاسة إلى داخل المحطة، ويستمتعون بالأجواء البانوراما اللي هم راح يشوفوها. نعم، السياحة الفضائية هل هي مفيدة للمجتمع ولا؟ يعني هذا أهم شيء بالموضوع صراحة. يعني أكيد شركات السفر هاي كلها دا تسوي شغلات، ومعقولة يعني هي دا تدب فلوسها بالشاف مثل ما يقولون. يعني أنا شفت 6 شغلات، هي هاي أكثر شيء الشركات تعرضها عادة بالوسائل اللي ضح مالتها عن فوائد المجتمعية والاقتصادية للسياحة الفضائية. طبعا أول شغلة هو التقدم التكنولوجي. يعني السياحة الفضائية ممكن أن تقود إلى تقدم تكنولوجي عالي. ليش؟ لأنه الشركات تبدي يصير بها منافسة حتى تطور المركبات الفضائية مالتها. أيضا تكنولوجيا الفضاء، تكنولوجيا هندسة المركبات الفضائية، هاي كلها تدعمها الفلوس اللي راح تجيهم من السواح، راح يدفعوا لهم فلوس، وهم أيضا راح يتسابقون شلون يسهلون عملية إيصالهم إلى الفندق الفضائي. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية هو خلق فرص عمل. يعني الفرص العمل الجديدة اللي راح تجي، احنا مو بس انه ننقل سواح الى الفضاء، اكو شغلات هواية راح تتداخل بالموضوع. يعني مثلا السائح من راح يسافر يحتاج اكل غذاء، اكو شركات راح تبدي تنتج غذاء فضائي للسواح. عندنا مثلا اللبس، راح يلبس بدلات خاصة، لازم اكو شركات تنتج البدلات. هاي كلها راح توظف ناس متخصصين بهذا الموضوع، فإذا راح توفر فرص عمل جديدة. يعني صناعات مرتبطة بالسياحة الفضائية. صناعات مرتبطة بالسياحة الفضائية، أيضا الفندقة، يعني من يسوون فندق فضائي لازم أكو ناس راح تخدمهم، فإذا الفندقة الفضائية لازم يكون علم بحد ذاته يختلف عن الفندقة الأرضية. أيضا هذا موضوع آخر يدخلنا بشغلات أخرى. الإلهام والتعليم الثلاثة، دائما هيك مواضيع تخلي الناس يعني صراحة يصير عندهم نوع من الإلهام، اهتمام بعلوم التكنولوجيا الفضاء وإلى آخره. الشباب عادة من يشوف هيك مواضيع يقول إيه والله عجبتني هيك مواضيع، خلي أدخل أقسام تخص الفلك والفضاء حتى أشوف ايش دا يصير بالكون، أتعلم شغلات جديدة. يعني تسوي عندهم حافز انه يتعلمون او يدخلون في مجال الفضاء والفلك. البحوث البيئيه، طبعا السياحه الفضائيه ايضا تسهل على انه الباحثين يقومون ببحوث بيئيه. اكو هوايه ناس الان صعدوا للمحطه الفضاء الدوليه وماخذين وياهم اجهزه تيست، يريد يقيس شغلات عن الجاذبيه، يريد يقيس شغلات ريموت سنسينج، استشعار عن بعد، يريد يقيس الحالات السيكولوجية اللي تصير عند الإنسان. تعرفون أكو شغلات، أكو مقالة قبل أسبوع كنت أقراها، بحث عن ديتسال يقول ما هي ريحة الفضاء. يعني أنا لو أنا طلعت تحت الباب مال المركبة الفضائية وطلعت برا، شنو الريحة اللي أنا راح أشتمها، نوعية الريحة اللي راح أشتمها؟ هذا السؤال يعني أنا صار لي قد في هذا الموضوع ما خطر على بالي في اليوم أنه أعرف ريحة الفضاء شنو هي؟ شلون يعني شنو إذا اشتميتها شنو راح تكون؟ فأفكار حلوة ورائعة وجميلة جدا بهذا الموضوع. طبعا شغلة البحوث يعني ينطوها الدول الغربية خاصة، يدفعون فلوس أو مبالغ طائلة
بخصوص هذا الموضوع. أني لي تجربة بهذا الموضوع من كنت طالب دكتوراه في ويلز في بريطانيا. كان عندي تجربة إنه نرصد كسوف الشمس من الطائرة، وفعلا رحت بهاي الرحلة. أنا كنت طالب دكتوراه، وفروا لي طائرة خاصة تأخذني في رحلة طيران حتى نرصد كسوف الشمس. والنقطة كانت قريبة من جزيرة أيسلند، أو قريبة من جزيرة جرينلاند على المحيط الأطلسي. الرحلة تكلفتها بالساعة 5000 يورو. طبعا أنا أخذت تقريبا 10 ساعات بين تدريب ورحلة حقيقية، يعني بما معناه 40,000 يورو اندفعت بس لغرض دقيقة واحدة بدي أرصد كسوف الشمس، طبعا بطيف الحديد، يعني مو بالضوء المرئي. زين، إضافة إلى تكاليف السفر والأجهزة اللي جابوا لي إياها، سعرها تقريبا 40,000 يورو جابوها من جامعة هاواي، مرصد هاواي، وإضافة إلى التدريب اللي دخلته. هذا كله اندفع لغرض دقيقة واحدة. حتى أنا سألت قلت لهم يعني هاي الدقيقة احتمال تفشل يعني، فقالوا لي أو يعني whatever، يعني مو مشكلة، المهم أنت احنا حاولنا أنه نقوم بهاي العملية البحثية. فإذا يولون اهتمام جدا عالي بموضوع البحث العلمي. ايضا التبادل الثقافي، يعني هذا الموضوع التبادل الثقافي انا مو كلش مقتنع منه، بس هو انا شفته موجود على المواقع الشركات الفضائيه، انه هذا يساعد على التبادل الثقافي بين السواح، ويعني يتعرفون على مناظر الارض. يعني بالنسبه لي مو مقنع. تطوير البنيه التحتيه، ايضا هاي السياحه الفضائيه ممكن ان تدفع إلى تطوير بنية تحتية جديدة، مثل هاي منصات الإطلاق تتطور، لأن يعني تحتاج فلوس، فبفلوس السياح تتطور هاي المنصات. أيضا الفنادق، يعني من يجي واحد إلى منصة ينطلق من عندها لازم قبل بيومين ثلاثة هو يقعد بفندق، يكون متحضر متهيئ نفسيا، وهاي كلها فرص للاستثمار. بالمقابل صراحة أكو شغلات يعني ديس أدفانتج، يعني شغلات سلبية أنا يعني أتخوف من عندها، أو شفتها بعض الناس يعني يتخوفون من عندها، من ضمنها المخاطر المتعلقة بالسلامة. يعني هل الشركة الفضائية أو شركة السياحة تعطيك جارنتي 100% أنه أنت تروح وترجع بشكل سليم، يعني حافظ على سلامتك؟ الشغلة الثانية هي الآثار البيئية، يعني هل أنه بعد 50 أو 100 سنة راح تصير فنادق بالفضاء؟ هل البيئة الفضائية راح ما تعاني من تلوث بسبب هاي المخلفات الفنادق والأقمار وإلى آخره؟ الشغلة الثالثة هي المشاكل الدولية احتمال تصير يعني بين الدول، يعني كل دولة هي تتسابق مع الأخرى أنه تأخذ مساحة معينة، فندق أو يعني مثلا مدار معين الى اخره. وهي يعني ما اعرف اذا احتمال تصير مشاكل او لا، ولكن ارجع واقول هناك قانون دولي، حتى هذا القانون الدولي الانترناشونال لو يحدد ايضا النقطه اللي انا تطرقت لها بالبدايه اللي هي كارمن لاين، يعني يقول هي هاي النقطه انه اللي هي بين 80 الى 100 كيلو متر، نعتبرها هي هاي النقطة اللي هي المفروض أنه تصعد لها السب أوربيتال. وشكرا جزيلا، أخرت عليكم هواية، شكرا جزيلا. بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خير حقيقة، يعني أمتعتنا وأفدتنا كما اعتدنا على حضرتك، يعني كنا متوقعين شيء وأعطيتنا أكثر ما توقعنا. بارك الله فيك في هذه الرحلة السياحية الفضائية الماتعة، والآن أساتذتي ننتقل إلى متكلمنا الآخر الدكتور سيف السويدي، له أيضا مداخلة، لأنه إحنا مثل ما قلنا حضراتكم أنه دكتور حميد
حميد مجون النعيمي أستاذنا الكبير، في كان يعني ألمت بهم مصيبة، يعني نسأل الله أن يفرج عنهم يرحم ميتهم. فالدكتور سيف قال على نفسه إلا أن يداخلنا في مداخلة باسم علم الفضاء والمجالات العلمية التأثير والتأثر. طبعا دكتور سيف غني عن التعريف، لكن هذه البروتوكولات اعتدنا على أن نعرف المتحدث. فأخونا دكتور سيف يوسف السويدي هو طبيب أسنان عراقي حاصل على شهادات عليا في طب الأسنان بمجال طب الأسنان الرقمي من جامعة ملايا في ماليزيا، إلى جانب حصوله على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لينكولن بماليزيا. له إسهامات بارزة في الحقل الأكاديمي والتطويري، حيث أسس ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لمنصة أريد، وهي الأولى من نوعها لتجميع العلماء والخبراء والباحثين الناطقين بالعربية وغيرها بأكثر من 117 ألف عضو مسجل، ويشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة سبيل الريادة فرع تركيا. من خلال مسيرته المهنية قام دكتور سيف بتأسيس 7 منصات رقمية هادفة في مجالات متنوعة تشمل التعليم الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، ودعم المجتمعات مثل فئة الأرامل. أيضا له دور ريادي في تأسيس الأكاديميات مثل أكاديمية فليسبي ماليزيا وأكاديمية أريد لعلوم الفضاء والفلك، وكذلك أكاديمية صناع الوعي، بالإضافة إلى تأسيسه القرية العلمية، مشروع فريد يجمع بين الحياة الريفية والابتكار. أيضا هو عضو هيئة تحرير في 5 مجلات علمية محكمة، ومؤسس لبرنامج أقماع التاج، يبرز دوره في النهوض بالبحث العلمي والتسويق الذكي، قدم أكثر من 80 دورة تدريبية وأشرف على تنفيذ 90 مؤتمر علمي دولي. طبعا له إسهامات كثيرة في الذكاء الاصطناعي، كتابات في الذكاء الاصطناعي، بحوث، مقالات منشورة ضمن مستوعبات سكوبس ومستوعب كلاريفيت، مستشار لعدة مؤسسات ومشاريع علمية وتعليمية دولية منها في المملكة العربية السعودية، قطر، العراق، تركيا، ماليزيا، إندونيسيا، المغرب. طبعا والكلام يطول على في تعريف الدكتور سيف السويدي، لذا لا أريد أن أطيل على حضراتكم، أترك المايك له ويتفضل دكتور سيف. مشكورا. شكرا شكرا جزيلا دكتور عبد الله، بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذا التقديم الرائع وعلى هذه الإدارة لهذه الندوة العلمية. طيب نبدأ على بركة الله، ببضع دقائق أنا سأتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع أنه هل لو أنا في تخصص آخر ليس في تخصص علم الفضاء والفلك، هل ممكن أن أستفيد وأفيد؟ هل ممكن أن أأثر وأتأثر؟ فأنا اخترت حقيقة هذا الموضوع للحديث حول موضوع أنه علم الفضاء والمجالات العلمية، التأثير والتأثر، ما هي الفرص المتاحة لنا، ثم سأتكلم حول الأكاديمية، ثم أتكلم حول موضوع السياحة الفضائية بدقائق معدودة بإذن الله تعالى. حقيقة المقولة المشهورة لأستاذنا الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي يقول: من لم يكن له مكان في السماء ليس له مكان في الأرض. هذه مقولة رائعة، أنا أول مرة يعني سمعتها في أثناء المؤتمر الأخير الذي عقد بالشارقة، فكان دائما ما يعني يتم ترديد هذه العبارة المشهورة: من لم يكن له مكان في السماء، أي في الفضاء والفلك وعلم الفضاء والفلك، ليس له مكان في الأرض، أي لا يتقدم أو يتطور أو يتأخر في العلوم الأخرى، الصحة والطب والتكنولوجيا والمهارات بشكل عام. يعني فحقيقة هذه من العبارات يعني الذهبية التي يجب الاهتمام بها حقيقة، وهذه الذي يعني أدى إلى إنشاء حقيقة هذه الأكاديمية، أكاديمية أريد لعلوم الفضاء والفلك، بحث وتشجيع الفكرة. يعني بدأت من الأستاذ الدكتور عبد الله كامل جزاه الله خيرا، وهو المدير التنفيذي لهذه الأكاديمية، ولاقت يعني نوع من الاستحسان والقبول والتأييد والحث من فضيلة البروفيسور حميد مجول النعيمي، فأطلقت هذه الأكاديمية أكاديمية أريد لعلوم الفضاء والفلك، وهي عبارة عن فضاء حقيقة لكل التخصصات للتعرف على هذا الكون العظيم واستشعار القدرة والعظمة الإلهية في هذا الكون، التدبر يعني في الفضاء والفلك والنجوم والكواكب والكويكبات. فجاءت هذه الأكاديمية لتسد حقيقة هذا الفراغ، فراغ التأصيل والتنظير والتثقيف والتوعية حول موضوع الفضاء والفلك والتكنولوجيات، وهي من الأكاديميات اللي تسمى بالمالتي ديسبلينري، أي إنها يعني متعددة التخصصات يعني، أو بين التخصصات بين العلوم البينية يعني مالتي ديسبلينري،
أكاديمية بين التخصصات، ممكن للكل يتأثر ويؤثر على هذا الحقل من العلوم، علوم الفضاء والفلك. طبعا هذه الأكاديمية الآن الظاهر أمامكم هو شعار الأكاديمية، اخترنا لها اسم آسا بعد فترة طويلة من المناقشات والاجتماعات والاطلاع على بعض التجارب المماثلة في الدول المتقدمة بهذا المجال، فجاءت أكاديمية أريد، اسمها أريد Academy for Space Science and Astronomy، أكاديمية أريد لعلوم الفضاء والفلك، ومختصرها هو آسا، AASA. وهذا طبعا تكون ظاهرة على الشهادات التي ستمنح بإذن الله تعالى لهذه الندوة العلمية، والتي تم منحها قبل يومين لإطلاق الأكاديمية أيضا. من حصل الشهادة، من حمل الشهادة، رأى شعار الأكاديمية ظاهر على الشهادة، وأي شهادة ستصدر من الأكاديمية ستكون بشعار الأكاديمية، وهذا الشعار الظاهر أمامكم. وهذا الويب سايت طبعا فلك.اريد.ماي، ممكن الشخص الراغب أن يدخل ويطلع، وفيها بعض البحوث والمقالات الآن وبعض المساهمات يعني، وإن شاء الله يكون لها دور ونشاط أكبر في تفعيل حقيقة الهدف الذي أنشئت من أجله. طيب، ما هي المجالات التي يمكن أن تستفيد حقيقة من تفعيل علوم الفضاء والفلك؟ كما تحدث الأستاذ الدكتور المتحدث قبلي يعني، كان حقيقة يتحدث حول مواضيع هامة جدا في إطار موضوع التأثير والتأثر. واحدة من المجالات هو التكنولوجيا والابتكار. التكنولوجيا والابتكار حقيقة لها دور كبير، أو لها تأثير حقيقة كبير حقيقة. الأبحاث والمهام الفضائية تحفز التطور في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل تطوير المواد الجديدة لنيو ماتيريال. هذه المواد الجديدة ستكون لنا حلقة كاملة حول هذا الموضوع في برنامج سباق الأمم، المواد التي تتغير خصائصها بتغير الظروف البيئية التي حولها طبعا. وهذا يعتبر من المفاهيم المتقدمة الآن في الكثير من المجالات، ومستخدمة في موضوع الفضاء والمركبات الفضائية، أنه كيف ممكن لهذه المادة أن تغير من خصائصها وفقا للبيئة المحيطة لها. وسيكون لنا يعني حلقة كاملة مع ندوة علمية حول المواد الجديدة، The New Materials. أيضا حقيقة تطور من أنظمة الاتصالات. الاتصالات طبعا في البحوث العلمية يتحدثون عن موضوع ال 4G وال 5G منذ فترة في موضوع البحوث العلمية، وخاصة في حقل الفضاء والفلك، يعني موضوع أنه الاتصالات والبنية التحتية في الاتصالات، وما هي التقنيات المستخدمة في التصوير أيضا. من الدول التي لها تقدم وباع في هذا المجال حقيقة هي تتحدث بمفاهيم متقدمة وتسبق بقية الدول، لهذا سباق الأمم حول هذه المواضيع. أيضا حقيقة التكنولوجيا غالبا ما تجد تطبيقات في صناعات أخرى مثل الطب والنقل والصناعات الاستهلاكية، فحقيقة لموضوع الفضاء والفلك حقيقة تأثير على موضوع التكنولوجيا والابتكار في الدولة الحاضنة والمستضيفة والسباقة حقيقة في تبني الريادة في الفضاء والفلك. أيضا حقيقة النقطة الثانية فهم الكون. الكون والكواكب من حولنا يمكن أن نفهمها بطريقة أفضل لما احنا نكون نشوفها ونروح لها وناخذ صور معاها، ولهذا علم الفضاء يساعد في فهم كيفية تشكل الكون وتطوره، بما في ذلك معرفة أصول الكواكب والنجوم والمجرات. الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الأرض توفر بيانات حيوية عن المناخ. الآن الشغل الشاغل الآن موضوع التغير المناخي، فالتغير المناخي حقيقة الرصد لهذا التغير والبحوث العلمية نشوفها بشكل أكثر وأوسع في الدول السباقة والمتقدمة في علوم الفضاء والفلك، لأنها لها قدرة وإمكانية على موضوع الرصد والمراقبة. أيضا الطقس والبيئة التي تساعد في فهم وإدارة تغير المناخ والكوارث الطبيعية. لهذا أغلب المعلومات والإرصادات والأخبار والتقارير تأتينا من هذه الدول، من روسيا ومن الصين ومن أمريكا، في موضوع فهم الكون وما هي التوقعات التي ستحدث في المستقبل، في موضوع فهم الأرض والكواكب التي حولنا والنيازك والكويكبات والنجوم. أيضا حقيقة من ضمن الأمور التي تتأثر هو الاقتصاد، يعني الآن نتحدث عن السياحة الاقتصادية، السياحة لها تأثير كبير جدا في الدول المتقدمة في هذا المجال، يعني صناعة الفضاء توفر فرص عمل تفتح أفق. أي واحدة من هذه التقنيات نتحدث عنها في سباق الأمم حقيقة هي تفتح طيف من فرص العمل
للدولة المستضيفة لها أو الرائدة فيها يعني. فصناعة الفضاء توفر فرص عمل وتحفز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات في البحث والتطوير، ومن خلال تأسيس الشركات الناشئة. موضوع الستارت اب الآن كثير من الدول تهتم بشكل كبير جدا. احنا للأسف في الدول العربية متأخرة في احتضان المشاريع الناشئة. الآن في بعض المشاريع أنا كنت أطلع عليها خلال الزيارات الأخيرة لقطر ويب سامت وكذلك لليب الرياض، في بعض المشاركات في الدول الأجنبية والغربية والمتقدمة، الشركات الناشئة في هذا المجال، في مجالات السياحة الفضائية، في مجالات الابتكار، في مجالات الفضاء والفلك. فموضوع الستارت اب حقيقة الدول تهتم في موضوع الستارت اب الآن، وخاصة التي تحاكي المفاهيم المتقدمة التي تتسابق حولها الأمم، ومنها طبعا موضوع الفضاء والفلك. أيضا التعليم والتحفيز من الأمور المحفزة حقيقة، هي موضوع الاكتشافات الفضائية تحفز الفضول. الإنسان بطبعه إنسان يبحث عن الفضول، يحب يستكشف وينقب عن الأمور الغامضة والمخفية. فالإنسان بطبعه هو فضولي فضولي، فالحقيقة الفضاء يحفز على الفضول والإلهام لدى الأجيال الجديدة، طبعا مما يشجع على التعليم والتطور والاكتشاف والإبحار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. طبعا هذا يؤدي بمجموعه إلى تطوير مواهب جديدة يمكن أن تساهم في جميع المجالات العلمية. موضوع التعليم والتحفيز له دور بارز وكبير في هذا المجال. لهذا أيضا تشوفون هنالك نوع من الفخر من هذه الجامعات، أنه يمكن الزائر يلتقط صورة مع رائد فضاء. ويمكن أنه أنا لما زرت في الإمارات متحف اسمه متحف المستقبل في الإمارات، حقيقة في كثير من الأمور الموجودة في هذا المتحف تتحدث عن الفضاء والفلك. أول ما تدخل لهذا المتحف أنت ستذهب إلى آخر الطابق الأخير، الطابق الخامس أعتقد، عن طريق المركبة الفضائية، وكأنك في داخل مركبة فضائية، وسترى أنت على بعد يعني كذا كيلومتر من الأرض، ويمكن أن تأخذ صور مع رواد الفضاء وترى المركبة الفضائية والبنية التحتية الخاصة فيها والتقنيات الرقمية. فهذا كله طبعاً يشجع على التحفيز والإلهام والتطوير، ويفتح أفقا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. أيضا موضوع التعاون الدولي، الآن الدول وإن كانت غير متفقة على الأرض ولكنها تتعاون في الفضاء، تتعاون في اكتشاف هذا الفضاء، فيمكن أن يؤدي إلى تحسينات في موضوع السلام العالمي عندما تتحد وتتعاون وتنشغل هذه الدول بأبحاث غير الحروب والقتل والدمار. أيضا الصحة والطب حقيقة، أيضا الدول والجامعات والمراكز البحثية التي تعنى بموضوع الفضاء والفلك لها يعني بحوث متقدمة حقيقة في موضوع الطب. على سبيل المثال أجهزة المراقبة الصحية الآن التي نشوفها في المستشفيات والعيادات حول العالم، الأصل حقيقة لما واحد يقرأ في هذا المجال، الأصل هي من أجهزة المراقبة الصحية التي تستخدم في رحلات الفضاء، فقاموا بتطويرها وعمل كوميرشالايز يعني إلها، يعني انه واتيحت في المستشفيات، اتيحت في المراكز الطبيه، هذه الام ار اي والسي بي سي تي والسي تي سكان، وهذه كلها كما يقال طبعا كما يقول الخبراء انه اصل هذه الاجهزه هي من الاكتشافات التي كانت تتحقق اثناء البحوث للفضاء، انه لما يذهب هذا رائد الفضاء يجب ان ارسل معه مستشفى صغيره متنقله تكون معه هناك. فهذه الفكره في تطور الصحة والطب. إذن الصحة والطب تتأثر حقيقة في موضوع الفضاء والفلك، والدول التي تحتضن الفضاء والفلك هي أيضا تشجع وتنمي وتتقدم في موضوع الصحة والطب. أيضا بحوث الفيزياء والكيمياء، البحوث في الفيزياء والكيمياء، لأن هذا سيساعدنا نحن في المراكز البحثية المتخصصة على عمل التجارب الفيزيائية والأساسية في الفيزياء والكيمياء، وتؤدي طبعا إلى اكتشافات وتطبيقات مبتكرة في مواد البناء، الصناعة الدوائية وغيرها من الأمور التي يمكن أن نستفيد منها في العلوم الأساسية. فحقيقة أيضا هذا له أيضا تأثير وتأثر في هذا المجال. أيضا الزراعة، الأقمار الصناعية تلعب حقيقة دورا حيويا في مراقبة استخدام الأراضي، التنبؤ بالمحاصيل، إدارة الموارد الطبيعية، وهذا طبعا كله يساعد على تحسين الإنتاجية. لما يأتي القمر الصناعي ويعمل سكان للحقول، فهنا هذه مستحقة للري، هذه مستحقة لشيء معين، فهناك نوع من الرصد والتنقيب والتحليل مع استخدام الذكاء الاصطناعي، أنا أحصل على شيء يسمى بالزراعة الذكية، باستخدام طبعا
التعاون مع هذه الأقمار الصناعية. فحقيقة الزراعة وإدارة الموارد تتحسن عند الدول التي تحتضن الفضاء والفلك. إذن الزراعة هي تساعد في تحسين الإنتاجية وكذلك في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وبالتالي دعم الأمن الغذائي العالمي والاستدامة البيئية. أيضا حقيقة تطوير المهارات والمنهجيات من ضمن الأمور التي تتأثر. العمل في مجال الفضاء يتطلب مهارات عالية، يعني هاي سكيلز، مش أي واحد يعمل في مجال، فالموضوع الدقة والمهارات وتطويرها، وتطوير هذه المهارات واحتضان هؤلاء النخب الاكسبيرت بيبل الموجودين، طبعا حيؤثر على المراكز البحثية وعلى المنهجيات وعلى طريقة التفكير في الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية والدول والحكومات. إذن العمل في مجال الفضاء يتطلب مهارات عالية ومنهجيات متقدمة في البحث والتطوير، والتي يمكن تطبيقها في مجالات علمية وهندسية أخرى في الجامعات التي تحتضن طبعا موضوع الفضاء والفلك. على سبيل المثال الموضوع الـ problem solving skills، هذه من التقنيات التي يمكن أن تتأثر في المراكز البحثية والخبراء والعلماء والسكولرز والساينتست اللي يشتغلون في موضوع الفضاء والفلك. أيضا تحليل البيانات، تحليل البيانات لأننا نتعامل مع خبراء، فطبعا حيستحدثون منهجيات وطرق وأفكار لتحليل البيانات. إدارة المشاريع الكبيرة والمعقدة، يعني الفكرة أنه المكان، البيئة، البقعة من الأرض التي تحتضن هؤلاء النخب العلمية التي تفكر بطريقة ومنهجية عالية يمكن أن تحل بقية المشاكل، ويمكن أن تؤثر على الباحثين الآخرين، ويمكن أن تحسن من المؤسسات العلمية التي يعملون بها والمراكز البحثية أيضا. فهنا لما أتي أنا أحتضن هذه العقول، أحتضن العقول مثل الدكتور عبد الله، ولا الأستاذ الدكتور حميد النعيمي، ولا الأستاذ الدكتور الخصاونة، هؤلاء كلهم حقيقة نخب علمية. فحقيقة لنا كل الفخر بهذه العقول، والتي يعني تعمل بهذه المجالات، مجالات التطوير ومحل المشكلات واستحداث المنهجيات الحديثة والراقية. أيضا الأمن الوطني والمراقبة، يعني موضوع الأقمار الصناعية توفر بيانات حاسمة لأمن الحكومات والدول، ومراقبة الحدود وتتبع الأنشطة العسكرية والتحذير من الكوارث الطبيعية. طبعا هذا يساعد في حماية البلاد وتعزيز الاستجابة للطوارئ. فحقيقة الدخول بهذا المجال سيعزز من الأمن الوطني والمراقبة. أيضا استكشاف الموارد الجديدة، الموارد الأجرام السماوية. الآن في بعض البحوث طبعا حول الموضوع، يعني ما هي الموارد التي يمكن أن نأخذها من الكواكب الأخرى ونجيبها للأرض، نسوي لها استيراد من هذه الكواكب إلى الأرض. ما هي الموارد، ما هي الأحجار، ما هي المعادن الموجودة على هذه الكويكبات، ويمكن نستفيد منها في الصناعة، في التطوير، في الذكاء الاصطناعي، في تطوير التقنيات طبعا. وهذا يساعد في تأمين الموارد لمستقبل البشرية. وهنا نتحدث عن موضوع الاستدامة، انه كيف انا اذهب ارسل مركبه فضائيه، انا الان استطيع ان ارسل مركبه فضائيه لاجل السياحه، فطبعا ممكن ارسل مركبه فضائيه الى مكان اخر واجلب بعض المعادن من هذه الكواكب او الاجرام السماويه، واستخدمها في بحوثي وتطوير بعض الصناعات وبعض الاجهزه وبعض الامور. والامر اذا كان هنالك فيه اتساع فيمكن ان يكون مستدام على المدى البعيد. يعني ايضا الالهام في حل المشكلات والتعاون العلمي، مثلا المثال الذي ذكر قبل قليل، الاي اس اس انترناشونال سبيس ستيشن، هو مشروع حقيقه للتعاون بين عده دول، بين امريكا وبين روسيا وبين اليابان وبين اوروبا وبين كندا. هؤلاء الدول اجتمعت، الخمس دول اجتمعت حتى تحل مشكله عالميه في موضوع الفضاء. فحقيقة هذا التعاون الدولي يشكل منصة للبحث العلمي في البيئة الفضائية، بما في ذلك البحوث الطبية والفيزياء والكيمياء وكل ما ذكر سابقا. لما تتحد هذه الدول لحل المشكلات العالمية ستجد يعني ظالتها. فإذا هنالك إلهام للتعاون وحل المشكلات العالمية. حقيقة في موضوع السياحة، واحدة من أجمل أو المثال الواضح جدا على موضوع مؤسسة أو واحدة من الشركات التي تعنى بموضوع السياحة الفضائية هي فيرجن جالاكتيك. الدخول الى الويب سايت متاح، هذا هو virgingalactic.com، تسجيل مجاني،
ممكن تدخل وحتى سترى صور وترى بعض المحاكاة السيميوليشن للذهاب إلى الفضاء والأسعار وتفاصيلها. في حقيقة وكأنك تعمل على حجز بوكينج بالطائرة عادية من دولة إلى دولة، وكأنك يعني مثلا ستحجز من اسطنبول إلى بغداد. فالدخول إلى فيرجن، قال أنصح المهتم يدخل إلى فيرجن جالاكتيك ويطلع على يعني الويب سايت، فيه حقيقة كثير من الصور، وفيه موضوع السيميوليشن وبعض الفيديوز التي تتحدث حول هذا الموضوع. من باب الاطلاع يعني، مو شرط نروح الفضاء ونسافر، وإنما من باب الاطلاع على ما يدور الآن بين الدول وبين الأمم وبين الشعوب، وحول ماذا يتسابقون الآن. أنا هذا ما لدي، أعتذر الإطالة يعني، فقط أردت أنه المشاركة بشيء بسيط في هذه المحاضرة حول موضوع علم الفضاء والمجالات العلمية، التأثير والتأثر. بارك الله فيك دكتور، بالعكس أجدت وأفدت وبارك الله فيك. كانت حقيقة محاضرة رائعة واستفدنا منها جدا، شاكرين محاضرتك وشاكرين هاي المعلومات القيمة اللي أعطيتناها. طبعا كلام حضرتك وكلام دكتور دريد هيج عندي بعض الأمور. تعرف حضرتك أنه تكلمتوا عن السياحة الفضائية للناس اللي ممكن عندها فلوس تطلع. اكو فكره عندنا، وان شاء الله محاضره نسويها قريبا ان شاء الله، نحاول انه سياحه فضائيه بالعقل داخل، واحنا على كوكب الارض. هذه موجوده، تجربه موجوده في بلدان كثيره، البلدان المتقدمه موجوده في هذه التجارب، تسعى الى بنائها وتطويرها وادامتها، بدءا بالقباب الفلكيه الصغيره المتنقله، الى ان الان اصبحت يوجد في البلدان المتقدمه مدن فضائيه يذهب لها السائح حقيقة، يجوب في فكره وفي ما يرى في عينيه وما يرى من الفيرتشوال رياليتي، يعني يدخل حتى في عالم افتراضي فضائي. نتمنى هذه السياحة أن تكون للعامة، يعني للناس اللي ما تقدر تدفع هذه الأموال الطائلة حتى تصعد للفضاء، راح تجي وتجوب بعقلها عالم الفضاء. طبعا أكو فد فيديو بسيط اللي إلى أكبر قبة فلكية الآن في الصين، اللي هي قبة شانغهاي. يعني ده ممكن تنطوني بس دقيقتين من وقت حضراتكم حتى أشوفكم هذه القبة إيش قد عظيمة، وهي عبارة عن مدينة كاملة. من ضمن أفكار السياحة الفضائية اللي ممكن يكون يدخل لها الناس يعني. عفوا دكتور عبد الله، إذا فيديو من اليوتيوب يعني تتوقف القناة، ف هذا من موقع على الجوجل يعني يشتغل، إذا ما بحقوق نشر يعني أقصد، لأنه هو الحين راح ما ننشر إن هو شاء الله الندوة على الإنترنت، فإذا بها حقوق نشر احتمال يعني اها يوقفون. هو هسه هذا اللي امامكم اللي ظاهر، اقدر اشغله لو اتركه؟ والله يعني اعتقد فرتك. ماكو مشكلة، ماكو مشكلة اذا هو مش على اليوتيوب، ما موجود على اليوتيوب. وهذا تمام، هذا موقع اي سي ان اس، موقع صيني. نعم، تفضل دكتور. اذا تسوي شير للصوت ايضا، اذا في صوت اعمل شير للشير سكرين، ثم اعمل شير ساوند. شير سكرين، شير ساوند، شير سكرين من أحسن. الاسفل في شير ساوند. لحظة أكتب. شير ساوند، أوكي. حتى نسمع الصوت. نعم تفضل. نعم. هذه أكبر قبة فلكية الآن في العالم. هي مدينة فضائية كاملة فيها تقريبا 59,000 متر مربع. موسيقى
مثل ما شفتوا حضراتكم هذه القبة الفلكية أكبر قبة فلكية في العالم، يعني انطلقت أعتقد العام. حقيقة الأمر نحتاج أنه الدول تهتم بعلوم الفضاء والفلك، لأنه علوم الفضاء والفلك تأخذنا إلى عالم واسع. أنا ما أعرف الصوت واضح أستاذ عدنان؟ صوت نعم واضح؟ دكتور، واضح، تفضل. نعم. فحقيقة الأمر إحنا نتمنى يعني نطلق يعني صيحة هنا من منصة أريد ومن منصة أكاديمية أريد لعلوم الفضاء والفلك من ندوتنا، أنه دولنا العربية وكذلك دول العالم تحاول تهتم بقضية السياحة الفضائية، وتهتم بالمتع الفكرية اللي تنطيها علوم الفضاء والفلك مثل ما تهتم بلعبات كرة القدم وغيرها. لأن حقيقة الأمر هذه العلوم تبني عقول الأجيال وتوجهها باتجاه صحيح لكرة أرضية مستدامة. فإذا شبابنا وجدوا المتعة في هذا الطريق أيضا راح يسلكوه وراح يتعلمون ويبدي يطور من نفسه ويطور من مجتمعه ويطور من بيئته ويحاول أن يكون نافع البشرية. وأكثر ما ينفع البشرية حقيقة واللي هو تدعو له الأمم المتحدة وغيرها هو استخدام تقنيات وتكنولوجيا الفضاء في التنمية المستدامة للكرة الأرضية، حتى نستثمرها أحسن استثمار، كذلك أن نحافظ عليها الأجيال التي تأتي بعدنا. حقيقة ما أريد أطيل على حضراتكم، متحدثنا الآخر المتألق الحبيب دكتور حارث سعد من قسم الفلك والفضاء هو أستاذ مساعد دكتور حارث سعد مهدي، الدرجة العلمية أستاذ مساعد، التخصص في فيزياء الفلك، يعمل مقرر للدراسات العليا في قسم الفلك والفضاء كلية العلوم جامعة بغداد، المؤهلات دكتوراه من جامعة سيدني في استراليا بتخصص فيزياء الفلك، ماجستير من كلية العلوم جامعة بغداد تخصص فيزياء الفلك، والبكالوريوس أيضا من جامعة بغداد. دكتور حارث هو عضو الهيئات العلمية المحلية والعالمية التالية: عضو نقابة الأكاديميين العراقيين، عضو الاتحاد الدولي لعلوم الفلك والفضاء، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عضو الجمعية الفلكية الأسترالية. أيضا أشرف على عدة طلبة دراسات عليا، وهو الآن مستمر في تدريس عدة مواد في قسم الفلك والفضاء، يتحفنا بمحاضرته الرائعة عن مقدمة عن السياحة الفضائية، فليتفضل. مشكورا. شكرا جزيلا دكتور عبد الله، والشكر ايضا حياكم موصول الله لاحكام دكتور. القائمين على منصه اريد لهذه النشاطات المتميزه اللي من ضمنها هذا النشاط اللي هو برنامج سباق الامم، وارحب بالسيدات والساده الحضور. عنوان محاضرتي ضمن هاي الندوه هو مقدمه عن السياحه الفضائيه، المستقبل والفوائد والتحديات. اذا امكن استاذ عدنان السلايدات. نعم دكتور، ثواني. تمام، يعني محاور هذه المحاضرة ستتضمن تعريفا للسياحة الفضائية وأنواع السياحة الفضائية ومن أين بدأت قصة السياحة الفضائية. أيضا ستتضمن تاريخ الرحلات لاستكشاف الفضاء والأول الرحلات للسياحة الفضائية، وما هي أهم التحديات والفوائد لهذا القطاع المهم في الفضاء. تعريف السياحة الفضائية، يعني أحب أشارك ويا حضراتكم هذا التعريف اللي ضمن هذا المصدر المنشور من في عام 2015 من قبل هذين العالمين دوفال أند هول. عرفوا السياحة الفضائية على أنه هو التنقل المؤقت للبشر خارج الغلاف الجوي الأرضي لأسباب ليست عسكرية أو علمية، يعني لأسباب غالبا تكون ترفيهية، وتتضمن الانتقال خارج الغلاف الجوي الأرضي ضمن هذا الخط اللي اسمه خط كارمان الموجود على ارتفاع 100 كيلومتر أو 62 ميل فوق مستوى سطح البحر. وهذا الخط هو الذي يستخدم تقليديا كنقطة لبداية الفضاء الخارجي للأغراض التنظيمية، من ضمنها معاهدة الفضاء الخارجي للأمم المتحدة لعام 1967.
طبعا السياحة الفضائية مثل ما ذكر دكتور دوريد تقسم إلى قسمين رئيسيين، عندنا الأوربيتال سبيس توريزم وعندنا السب أوربيتال سبيس توريزم. الأوربيتال من اسمها يعني هي تتضمن الدوران حول الأرض، يعني قضاء عدة أيام من 7 إلى 10 أيام في الفضاء الخارجي، وتتضمن الدوران حول الأرض مرة واحدة كل 90 دقيقة، وتكون عادة على ارتفاع بحدود 320 كيلومتر. هذه طبعا هذا النوع من انواع السياحه الفضائيه باهظه الثمن، تكلف اكثر من 35 مليون دولار. وهذا النوع من السياحه يجب ان يخضع فيها السائح لتدريبات معينه، ويجب ان يتم التاكد من قابليته البدنيه. اما النوع الثاني اللي هو السب اوربيتال، السب اوربيتال سبيس توريزم، يعني هاي التكلفه مالتها تكون اقل، يعني التكلفه تكون بحدود 95 الف دولار الى 250 الف دولار. فمثلا هاي الشركه اللي هي اكس سي او ار ايروسبيس تعرض رحلات الى يعني من نوع سب اوربيتال الى الفضاء الخارجي بتكلفه 95 دولار، بينما شركه فيرجن جالاكتيك تعرض رحلات من هذا النوع بحدود 250 الف دولار. يعني طبعا السب اوربيتال سبيس توريزم تتضمن الانتقال او عبور خط كارمان ومن ثم العوده الى سطح الارض. يعني فترة هذه الرحلة تستغرق فقط 4 إلى 5 دقائق، يعني مجرد أن يخرج السائح خارج الغلاف الجوي الأرضي ويشعر بانعدام الجاذبية ومن ثم العودة إلى سطح الأرض. يعني مدتها تكون قصيرة، تتضمن يعني تكون بحدود 4 إلى 5 دقائق، يعني مقارنة بالنوع السابق اللي يتضمن عدة أيام، يعني اللي من ضمنها قضاء أسبوع أو 10 أيام في محطة الفضاء الدولية. فهذا الفرق بين الاوربيتال عن سب اوربيتال سبيس توريزمز. الان من اين بدات قصه السياحه الفضائيه؟ طبعا قصه السياحه الفضائيه بدات منذ القدم، يعني الانسان بطبيعته عنده رغبه وشغف بتعلم ودراسه الفضاء الخارجي، لانه الفضاء الخارجي مثل ما حضراتكم تعرفون يتكون من عده او انواع مختلفه من الاجرام، عندنا الكواكب، النجوم، المجرات، التجمعات والعناقيد المجرية، جسيمات ذات الطاقة العالية، الإشعاع، عندنا الأتربة، الغازات، أيضا أكو أنواع جديدة من المادة والطاقة. يعني مثلا على سبيل المثال لدينا الدارك ماتر أند دارك إنرجي، وهي من المواضيع المهمة والحيوية، يعني المادة المظلمة والطاقة المظلمة. المادة المظلمة الدارك ماتر طبعا هذه المادة لا تبعث إشعاع كهرومغناطيسي، لذلك لا نستطيع أن نرصدها بصورة مباشرة باستخدام التلسكوبات، وإنما نستطيع أن نستدل على وجودها من خلال تأثيراتها الجاذبية. وأيضا عندنا الدارك إنرجي أو الطاقة المظلمة، طبعا هذه الطاقة هي المسؤولة عن الأكسلوريتد إكسبانشن أوف ذا يونيفرس أو التوسع المتسارع للكون. فالكون بأجرام مختلفة، ظواهر عديدة، والإنسان بطبعه يحب يتعرف على كيفية نشأة وتطور هذه الأجرام، كيفية حدوث هذه الظواهر. فمن هنا بدأت القصة. طبعا قبل 2000 سنة يعني كانت أكو دراسات للنظام الشمسي، يعني مثل ما تعرفون حضراتكم النظام الشمسي يتكون من الشمس والأرض وكواكب أخرى، 8 كواكب من ضمنها الأرض. أرسطو قبل 2000 سنة كان يعتقد بأن الأرض هي مركز هذا النظام، والشمس وبقية الكواكب تدور حول الأرض. ولكن كوبرنيكوس قبل تقريبا 400 سنة 400 500 سنة صحح هذه النظرة، وقال إنه الكون أو السولار سيستم، النظام الشمسي، المركز مالته تكون الشمس والأرض وبقية الكواكب تدور حول هذه الشمس أو هذا النجم. يعني الشمس، النجم مالتنا هو الشمس اللي تدور حول الأرض وبقية الكواكب. هذا النظام نسميه هيليوسنتريك أو مركزية الشمس. فلذلك علم الفلك هو من أقدم العلوم. ايضا طبعا عندنا بعض الاجرام تكون خافته وبعيده، ما نستطيع ان نشوفها بواسطه العين المجرده، فنحتاج ان نستخدم شيء صنع لاول مره هو التلسكوب. يعني اول من صنع هذا التلسكوب هو العالم الايطالي غاليليو في عام 1609، ورصد فعليا باستخدام هذا التلسكوب الاقمار الاربعه الرئيسيه للمشتري. أما الانطلاق الأهم والأكبر للبشرية هو من خلال الرحلة الفضائية الأولى اللي انطلق بها رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين في 12 أبريل عام 1961 إلى الفضاء الخارجي من خلال المهمة اللي اسمها فوستوك 1،
وأكمل بها جاجارين دورة كاملة حول الأرض. وطبعا اهتمت الصحف العالمية بهذه الخطوة الجبارة للبشرية، يعني مثل هاي عندنا صحيفة هانسفول تايمز اللي تشير إلى الانطلاقة الأولى للبشرية نحو الفضاء الخارجي. وحاليا في كل عام يحتفل بهذا اليوم اللي هو 12 نيسان، من كل عام يحتفل به كيوم عالمي لطيران البشر نحو الفضاء. فهذه كانت أول خطوة بالحقيقة للسفر للفضاء الخارجي لغرض استكشافه. يعني هذا الاستكشاف اللي أو هذا الانطلاق للفضاء اللي كان قبل حلم أو أمنية للبشرية أصبحت حقيقة في ستينيات القرن الماضي، وبدأ التنافس بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية في ستينيات القرن الماضي لاستكشاف الفضاء. فهي كانت هاي الانطلاقة الأولى نحو الفضاء الخارجي بانطلاقة يوري جاجارين إلى الفضاء الخارجي. طبعا بعدها بسنتين انطلقت اول سيده للفضاء الخارجي وهي رائده الفضاء الروسيه فالنتينا تيروشكوفا في عام 63. قضت 3 ايام للدوران حول الارض من خلال المهمه فوستوك 6، ومن ثم بعد ذلك اتى الدور الى طاقم ابولو 11، وهو يتكون من 3 رواد فضاء من الولايات المتحده الامريكيه. كان القائد لهذا الطاقم هو نيل ارمسترونج، اللي أصبح أول شخص أو أول إنسان يمشي على سطح عالم آخر لما انهبط على سطح القمر بتاريخ 20 تموز عام 69. طبعا من خلال هذه الرحلة طاقم أبولو 11 استطاع جمع عينات من مواد القمر تقدر كتلتها بحوالي 21.5 كيلوغرام، جلبوها كعينات لدراستها على الأرض. السلايد اللاحق. أما الرجل اللي يمتلك صاحب الرقم القياسي كأكبر وقت كلي الفضاء في الفضاء الخارجي هو هذا الشخص اللي اسمه جنادي بادالكا. طبعا قام ب5 رحلات فضائية إلى الفضاء، يعني واحدة لمحطة الفضاء الروسية و4 رحلات لمحطة الفضاء الدولية، قضى خلالها 878 يوم في الفضاء. أما أول سائح للفضاء كان هو دينيس تيتو في 2001، اللي موجود في أقصى اليسار في هذه الصورة. دينيس تيتو انطلق للفضاء من خلال الصاروخ الروسي اللي اسمه سيوز. تيتو دفع لهذه الرحلة مبلغ حوالي 20 مليون دولار لقضاء أسبوع كامل في محطة الفضاء الدولية. وخلال 6 شهور أكمل تيتو تدريبات اللازمة للانطلاق للفضاء الخارجي، لذلك هو يفضل أن يطلق عليه تسمية Independent Researcher، يعني ما يفضل أن يسمى Space Tourist، يعني ما يحب أنه يطلق عليه سائح للفضاء، وإنما باحث مستقل لأنه خضع لهذه التدريبات. ولكن فعليا هو يعتبر أول سائح للفضاء لأنه هو دفع مبلغ 20 مليون دولار حتى ينطلق عبر هذا الصاروخ الروسي في 2001. فأول سائح للفضاء هو هذا الشخص. سلايد اللاحق بالزحمة. ومن ثم أتى الدور إلى المليونير الجنوب أفريقي مارك تشيلوورث، وهو يعتبر أول أفريقي ينطلق برحلة للفضاء الخارجي في عام 2002، وقضى 8 أيام في الفضاء الخارجي. ثم بعد ذلك انطلقت أول طائرة فضائية خاصة بالعالم، يعني اللي هي سبيس شيب 1 اللي ترمز لها برمز اس اس 1. هاي كانت اول طائره فضائيه خاصه برايفت سبيس شيب، يعني هاي كانت اول، يعني ما مدعومه من المؤسسات الحكوميه، يعني مثل ناسا ايسا او هاي المؤسسات الرسميه الحكوميه. فكانت اول طائره خاصه اطلقت في سبتمبر عام 2004، ومنها بدا يتطور مفهوم السياحه الفضائيه. كلفه هذا المشروع كلفه مشروع سبيس شيب 1 كانت بحدود 25 مليون دولار، وهذا الشيء اللي حفز مالك شركة خطوط فيرجن أتلانتيك اللي هو ريتشارد برانسون للاستثمار بهذا القطاع، أو باستثمار بقطاع السياحة، حيث استثمر بمبلغ مقداره 25 مليون دولار وأنشأ شركة خاصة للسياحة الفضائية أسميت فيما بعد باسم فيرجن جالاكتيك. يعني هو نفس المالك لخطوط الجوية الفيرجن أتلانتيك، أطلق هذه الشركة الخاصة بالسياحة الفضائية. وايضا مثل ما ذكرت بالمحاضرات السابقه اكو شركات اخرى مثل بلو اوريجينز وسبيس اكس واكسيو ار ايرو سبيس الى اخره، هاي الشركات الخاصه بالسياحه الفضائيه.
طبعا السفر للفضاء يتيح للسائح رؤية منظر يقدر بمسافة 1600 كيلومتر، يعني يشوف فيو أمامه، السائح يشوف فيو أمامه بمسافة تقدر ب 1600 كيلومتر في أي اتجاه، لأنه المركبات أو الطائرات الفضائية السبيس شيبس يعني بيها فيها نوافذ موجودة في السقف والأرض، مما يتيح الرؤية للسائح من زوايا متعددة، يعني من ما ينظر من النوافذ يشوف فيو بمسافة تقدر ب 1600 كيلومتر. مثل ما تشوفون حضراتكم في هذه الصورة، يعني المنظر رائع وبديع، يستطيع من خلال السائح أن يشوف سطح الأرض ومسافة تقدر ب 1600 كيلومتر. الآن ما هي تحديات السياحة الفضائية؟ طبعا أهم وأكبر تحدي هو التكلفة الباهظة، لأنه السفر للفضاء الفضاء الخارجي يعتبر من أغلى أنواع السفر، أي إنها ليست متاحة للجميع، يعني بس للأشخاص اللي يكونون يستطيعون أن يدفعوا هاي المبالغ الطائلة للسفر، فالتكلفة الباهظة تعتبر إحدى تحديات السياحة الفضائية. أما التحدي الآخر هو الأمان، تبقى مخاطر السفر إلى الفضاء الخارجي عالية بسبب الظروف والتحديات التي ممكن أن تواجه السائحين أثناء الرحلة. أما التأثير المهم والثالث هو التأثير على البيئة، لأن السياحة الفضائية يعني هاي الانبعاثات من خلال السبيس شيبس أو الروكيتس، الصواريخ والطائرات الفضائية تتسبب بتلوث الفضاء الخارجي من خلال الانبعاثات الناتجة عن هذه الرحلات، فضلا عن الأضرار البيئية الأخرى. الأضرار البيئية الأخرى اللي هي من ضمنها زيادة الحطام الفضائي، يعني بالفضاء راح يكون عندنا نسميها سبيس ديبري، يعني اللي هو هذا البقايا، بقايا الحطام الفضائي. على الرغم طبعا من التطمينات التي اطلقتها شركه فيرجن جالاكتيك بانها سوف تستخدم مصادر للطاقه المتجدده في رحلاتها، ووعدت ان تكون رحلاتها خاليه من انبعاثات الكربون، ولكن يبقى هذا التحدي قائم، وهو التاثير على البيئه، تاثير السياحه الفضائيه على البيئه. سلايد الله. التحدي الرابع الشرعية والتنظيم. تواجه طبعا السياحة الفضائية تحديات في التنظيم وسن القوانين الخاصة القوانين واللوائح الخاصة بأمان وسلامة المسافرين والبيئة الفضائية، أي أن ذلك يتطلب سن للقوانين لإلزام الشركات الخاصة باتباع الإجراءات المناسبة لتقليل الضرر البيئي، وكذلك أيضا قوانين توحد، يعني يحتاج قوانين توحد المسافة الفاصلة بين الغلاف الجوي الأرضي والفضاء الخارجي، لأن هاي المنظمة اللي هي FAI تعرف خط كارمان عند مسافة 100 كيلومتر أو 62 ميل، بينما ناسا، وكالة ناسا، تقول لا، الخط الفاصل بين الأتموسفير أو الغلاف الجوي الأرضي وبين الفضاء الخارجي هو 80 كيلومتر. فنحتاج أن يتم سن قوانين دولية موحدة لكل الدول بالاعتراف بخط فاصل بين الأتموسفير أو الغلاف الجوي الأرضي والفضاء الخارجي. أيضا بعض المتخصصين يطرحون فكرة عدم ترك قطاع السياحة الفضائية للشركات الخاصة فقط، وإنما يجب أن يحظى هذا القطاع بمشاركة فاعلة من الحكومات، وأن تقدم هذه الحكومات الدعم المالي لهذا القطاع المهم، وذلك بسبب التكلفة العالية. هذه أهم التحديات، قلنا التحديات البيئية والتحديات الشرعية، التحديات البيئة والأمان والتكلفة الباهظة، وكذلك الشرعية والتنظيم. ولكن على الرغم من كل هذه التحديات يوجد فوائد جمة للسياحة الفضائية، أهم هذه الفوائد هو توسيع آفاق البشرية حول الفضاء الخارجي، حيث إنها توفر فرصة استثنائية للبشر لاستكشاف الفضاء الخارجي وتوسيع مداركهم وفهمهم ومعرفتهم للكون، كيف نشأ هذا الكون، كيف بدأ، كيف تطور هذا الكون. فهذه الرحلات الفضائية، يعني السياحة الفضائية والرحلات للفضاء، تتيح إمكانية للبشر أو للناس أن تزيد مداركهم حول نشأة وتطور الكون ودراسة الأجرام السماوية المختلفة. أيضا السياحة الفضائية تعزز التكنولوجيا، لأنها تعتبر قطاعا محفزا للتطوير والابتكار في المجالات التكنولوجية والهندسية. النقطة الثالثة هي تعزز الاقتصاد، لأنها توفر السياحة توفر فرص عمل جديدة، وتخلق فرص اقتصادية، وتعزز الاقتصاد من خلال الاستثمار في قطاع السياحة الفضائية. والنقطة الأخيرة طبعا هي تعزز التفاهم العالمي، حيث تساهم في تعزيز التعاون والتفاهم بين الشعوب والأمم،
من خلال التفاعل في مجالات الفضاء المختلفة. أنا أكتفي بهذا القدر من المحاضرة، وشكرا جزيلا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. بارك الله فيك دكتور حارث، جزاك الله خير. يعني حقيقة شكرا لكم. عودتمونا على هذا المستوى العالي من الطرح، جميل. يعني حقيقة جبتم بعقولنا حضرتك والدكتور دريد والدكتور سيف في فضاء رحب واسع. أتمنى أن ما حصل عندي يحصل عند المشاركين من الجمهور، يعني الأخوة اللي حاضرين. فحقيقة كانت فتحت آفاقنا لآفاق واسعة ورحبة، ممكن أن تخلط ما بين الفائدة العلمية الموجهة الصحيحة باتجاه التطوير مع المتعة الهادفة، نحن نسميها المتعة الهادفة. يعني نتمنى أن يصل هذا لكل المسؤولين في دولنا العربية وفي العالم. نقول لهم أنه اجعلوا متع شعوبكم هادفة، متع هادفة تجوب بالعقل في أرجاء الكون. يحتاج من يدخل ضمن هذه المضمارات أو المضامير، يحتاج أن يكون له قدرة جسدية عالية كما يفعل اللاعبين، يحتاج له قدرة ذهنية عالية، يعني يحفز الذهن للتطوير. حقيقة نحتاج هذا الطرح أن يطرح للناس كلها، ليس فقط للمهتمين من أصحاب التخصصات العلمية الدقيقة. كذلك حقيقة يعني إذا تسمحوا لي يعني كم بيت في قصيدة جميلة، يعني هي تعطي معنى ما جبنا فيه من في الآفاق الآن. فتقول: لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك. قل للمريض نجا، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة، فهوى بها من ذا الذي أهواك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك. وإذا رأيت الصبح يصفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك. ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، عجب عجاب لو ترى عيناك. سادتي الأكارم، كان أيضا كان المفروض معنا أستاذ الدكتور مصطفى عطية والأستاذة هياء، لكن حقيقة لم نعرف يعني الآن ما ألم بهم، يعني ما ألم بهم. فنعتذر من حضراتكم أنه راح تكون محاضراتنا اليوم لهنا إلى هنا، يعني تنتهي ينتهي المتكلمون. نفتح مجال الأسئلة لحضراتكم والمشاركات، اللي عنده مشاركة، اللي يحاول، اللي يريد يتحفنا بمعلومة معينة يحب يضيفها لنا، يا ريت المجال مفتوح إن شاء الله لكم مشاركاتكم وكذلك أسئلتكم، وحتى يجيب عليها الأساتذة اللي موجودين. تفضلوا. محبتنا الحضور، من أراد المشاركة فليرفع أداة اليد أو ليطرح السؤال على الشات ونحن نطرحه على الأساتذة المشاركين. نعم. أنا يعني حقيقة إذا أشوف دكتورة انتصار، الدكتورة انتصار، تفضلي نعم تفضلي دكتورة. تفضلي دكتورة انتصار. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. رمضان كريم للجميع، وإن شاء الله خواتم مباركة قريبا، وكل عام وأنتم بخير مقدما. يحفظك كل في شيء. رسالة: the host has asked you to start the video. ها no later. أوكي. عفوا، وصلتني رسالة على الزوم. طيب، أكرر شكري وتقديري واعتزازي وفخري من منصة أريد التي جمعت الباحثين والعلماء والخبراء وجعلتنا جميعا على اطلاع دائم دائم ومستمر على مدار الثانية. يعني هي سباق الأمم قولا وفعلا، هي فعلا سباق للأمم، وتسابق في مجال علوم العصر وتوصله للمجتمع العلمي
كان بشكل سنوي ثم شهري ثم يومي، والآن أراها يعني حتى على مستوى الثانية. فشكرا لكم كل الشكر والتقدير، شكرا لكل المحاضرات القيمة التي استمعنا إليها. فقط أضيف ربما فاتتني إذا كان أحد أشار إليها، لكن لا أعتقد أن أحدا أشار إليها، أنكم ذكرتم عددا من العلوم وخاصة دكتورنا القدير السويدي حول العلاقات ما بين الفضاء والكثير من العلوم في علاقة التأثر والتأثير. وهنا أحب أن أضيف أن علم النفس يعني من العلوم المتجددة والمتطورة بشكل سريع، بحيث يواكب كل تطور، يعني كل ما يأتي تطور علمي تجد علم النفس يدخل أو ينشئ فرعا متخصصا في هذا العلم الجديد الذي نشأ. جاءت مثلا علوم، جاء الذكاء الاصطناعي فظهر علم باسم علم النفس الذكاء الاصطناعي، جاء العالم الرقمي علم النفس الرقمي، جاء علم الفضاء جاء ما يسمى بعلم النفس الفضائي. فأنا هنا فقط أضيف أن هناك علاقة تأثر وتأثير ما بين الفضاء وعلوم النفس، بحيث أن علم النفس الفضائي اهتم بما يسمى سيكولوجية رواد الفضاء. كونكم الآن ذكرتم أن هناك سياحة فضائية، فإذا سيدخل أيضا في مناقشة هذا الشخص السائح والجوانب السيكولوجية له، يناقش الجوانب السيكولوجية سواء كانت على مثلا كرائد فضاء من قبل أو الآن كسائح، من حيث الضغوط اللي تعرضوا لها، من حيث مثلا علاقتهم بالبيئة الفضائية من انعدام الوزن، قلة الحركة، حرمان حسي نسبي، من حيث العلاقات الاجتماعية التي تحصل أثناء يعني سفر هؤلاء الناس. أنتم ذكرتم كثير من الجوانب الإيجابية، أيضا هناك جوانب سلبية تصل أحيانا المستوى يعني بداية بالضغوط النفسية العادية، ثم ممكن توصل إلى مستوى أمراض نفسية، الأمراض النفسية اللي ممكن يعني وجدوا بعض من الهلوسات الشمية والسمعية والبصرية أحيانا عاقت بعض الرحلات. كذلك في العلاقات ما بين الناس، ففي علم النفس البيئي ازدحام ووجودك في مكان ضيق يعني يثير لديك العدوانية والعلاقات السيئة مع الآخرين. أيضا دخل في علم النفس الاجتماعي في هذا الجانب، ولكن بالنسبة لرواد الفضاء الآن بيدخل بالنسبة للسائحين. أنت ذكرتم الجوانب الإيجابية في علاقة ثقافية وتبادل رائع بيكون أكيد، لكن أيضا الجوانب السلبية ستتحدث عن في الأخير. كذلك يعني سيهتم بأنه يؤكد على الشركات إنه لا تهتمش بس بالجانب المادي والجانب يعني التقني والتكنولوجي، اهتمي بالاستثمار في الجانب الوقائي والجانب العلاجي. في الجانب الوقائي إنه قبل أن يسافر هؤلاء الناس، ما هي الجوانب النفسية التي نحن يعني نعمل لها حماية ووقاية مبكرة؟ مثلا اختيار هؤلاء السواح أو هؤلاء رواد الفضاء من الاختيار عبر اختبارات نفسية تؤكد هل هذا الشخص يعني ينفع يسافر ولا ما ينفعش، هذا في الاختيار. أيضا التدريبات النفسية التي سيستفيد منها أو يتعلمها ويخضع لها قبل أن يسافر، هذا الجانب الوقائي. طيب العلاجي، كما قلنا لكم هناك آثار سلبية للسفر في هذا العالم الفضائي، لأنه هناك بيئة أخرى سيتأثر فيها، وبالتالي هذا العلم يأخذ كل هذه الـ يعني نقول الدراسات أو البحوث أو التنظيرات التي سيقدمها ويعمل على تطوير علوم الفضاء، مثل ما علوم الفضاء والبيئة الفضائية زودت هذا علم النفس بمثل هذه البيانات والمعلومات فطور علم النفس. فهنا علاقة تبادل، علم الفضاء والوضع البيئي أدى والنفسي في تلك البيئة أدى إلى تطور علم النفس ونظرياته، وفي نفس الوقت علم النفس تعمل على أنه يطور من علوم الفضاء سواء كان للشركات أو للباحثين والجامعات. في الأخير شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا دكتور انتصار، بارك الله فيك. بس ما عرفنا حضرتك، ما عرفتينا بحضرتك، يظهر انه حضرتك متخصصه في علم النفس، نتمنى يعني بس نعم نتعرف نعم على معكم حضرتك. دكتور انتصار عبد السلام كرمان، أنا أستاذ اهلا مساعد في وسهلا. كلية الآداب، الله يخليك، أستاذ مساعد في كلية الآداب جامعة دمار، ورئيس قسم البحوث وخدمة المجتمع في مركز الإرشاد والرعاية النفسية هناك، ما شاء وتخصصي الله كما ما قلت شاء الله لكم نعم علم نفس وبكالوريوس شريعة وقانون. ما شاء الله، أهلا وسهلا، تشرفنا بك دكتورة، ربي يحفظك الشرف ويبارك لكم بعلمك ويبارك بكم بأحبابنا وجزاكم الله جميعا خير. هناك في الإمارة. الله يبارك الله فيك، يخليك، شكرا جزيلا، شكرا شكرا لك، جزيلا، شكرا الله جزيلا يحفظك لكم أنتم، بارك الله فيكم. ميا يحفظك، أهلا دكتورة يبارك فيك. طيب الآن منو بعد عندنا غير دكتورة انتصار؟ إذا ممكن يرفع اليد.
دكتور، في سؤال بالشات من الأستاذة سعاد، نعم يقول السؤال بخصوص محطة الفضاء الدولية، هل يسكنها بشر باستمرار ولو على سبيل التناوب؟ وما هي أطول مدة ممكن للبشر أن يعيشها في الفضاء دون أن يلحقه الضرر أو يلحقه الضرر؟ نعم بارك الله بك. أنا أعتقد دكتور دريد تطرق لهذا الأمر، أو دكتور حارث إذا ممكن يتحفونا. فضلك. أتكلم تفضل دكتور، تفضل دكتور دريد، تفضل. بالنسبة لأطول مدة بالفضاء الخارجي، هو كان رائد فضاء روسي بولياكوف، مشهور هذا، قضى 437 يوم على متن محطة الفضاء مير الروسية. كان في سنة 94، 1994 إلى 95، هاي أطول فترة قضاها شخص إنسان في الفضاء الخارجي، 437 يوم كانت على محطة مير قبل ما تكون المحطة الدولية. نعم بارك الله بك دكتور، جزاك الله خير. وطبعا هي بالمناسبة محطات الفضاء الدولية هي مستمرين رواد الفضاء بالوصول، يعني بالبقاء فيها فترات ويتناوبون، يعني من ضمنهم حتى كان رواد فضاء عرب موجودين على متن محطة الفضاء الدولية ومستمرة. بارك الله بك دكتور دريد. عندنا أيضا مداخلة من أعتقد هو دكتور أحمد علي، هنا دكتور أحمد علي مدير مركز الفضاء في وزارة العلوم والتكنولوجيا. تفضل دكتور أحمد، أتحفنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أهلا وسهلا، حياك الله. يا أهلا دكتور. بكم على هذه المنصة الرائعة، على هذا المحفل الرائع، وما أحوجنا يا إلى هذه اللقاءات خاصة في هذه. وشكرا للأساتذة الكرام دكتور دريد والدكتور سيف محترم على هذه المعلومات الرائعة. لدي سؤال بدون زحمة إذا أمكن، يعني في هذا الموضوع تفضل دكتور. دكتور دريد، انه فتره التدريب خصوص الاوربيتال او السب اوربيتال تحتاج كم يعني من الوقت الانسان حتى ان يكون جاهز لهذه السفرات؟ الدكتور، تعتمد على الحاله الصحيه والنفسيه للسائح او الشخص المتقدم، بس يعني الاخر شرط يخلوه انه لازم يعني يسووا له تيك انه نعم الانسان صالح نفسيا وعقليا وجسديا انه يقوم بهذه المهمه. لان انا عفوا حسب ما سمعت الان انه فتره طويله جدا بين ما التسجيل وبين الانطلاق للسفر. نعم، قلت لك الرجل الاعمال اللي سافر العام على متن فيرجن جالاكتيك حجز من 2014، الرحلة مالته صارت بال 2002 و23 او 22، اعتقد 23، يعني نعم طول فترة طويلة. بس هي هم بدت بال 22، يعني الفيرجن جالاكتيك بدت بال 22 اول رحلاتها. بالنسبة للسب اوربيتال لا، ما تحتاج كل هواية يعني تهيئات او تدريبات، لان هي دقائق مثل ما تفضل ايضا دكتور حارث، يعني ممكن كل الرحلة روحة والرجعة كلها يمكن دقائق معدودة يعني تكون، فما تحتاج غير فترات تدريب بسيطة جدا. بس الأوربيتال ليش؟ لأنه هاي الأوربيتال نوعين، الأوربيتال أما يظل الصاروخ أو المركبة تفتر حول الأرض، نعم أو ينزل بالهوتيل الفضائي، يعني ينزل مثلا بالآي إس إس يقضي له فد كم يوم بها. فهنا كل شيء راح يختلف عليه. نعم إذا يحتاج إلى فترات، معناته يعني يحتاج إلى فترة طويلة من التدريب إلى أن يكون جاهز. اي نعم، لانه هاي المحطه سرعتها يعني تكمل دوره كامله حول الارض، اعتقد فشيء بسيط كذا و20 دقيقه، فتخيل كل 20 دقيقه او كل 30 دقيقه يصير عندك ليل نهار ليل نهار، فهاي كلها رده تاثر على نفسيه الشخص. حتى هم ينصحوهم انه لا تظل تتفرج من الشباك، سد الشباك، لانه هاي تاثر على نفس هذا اللي بالنسبه اللي يظل ايام طويله به. اما السائح لا، يعني انه راح يبقى له يومين ثلاثه فقط، فشوية تكون اللود عليه اقل يعني طبعا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتورنا العزيز.
حياك الله وبيومك. بارك الله فيكم. دكتور أحمد، عرفنا بنفسك، خلي الناس تعرف من دكتور أحمد علي. أنا الدكتور أحمد علي حميد، مدير مركز علوم الجو والفضاء في دائرة الفضاء التابعة إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا حاليا. وطبعا احنا ندعم ونشارك ونحاول نساهم في أي مناسبة فيما يخص تخصصات الفلك والفضاء، ونشرف بكم وسعيدين طبعا بهاي المحاضرة الرائعة. بالمناسبة عممت للمركز حياك الله. ماتي، لكن مع الأسف في وقت كلش متأخر لحقت، إن شاء الله فأنا من عقاد الجماعة نحاول إن شاء نكون. الله حتى نواصل إن شاء الله. بارك الله بك دكتور عبد الله. بيك الله مبارك دكتور، شرفتنا وحقيقة وجودك إضافة نوعية، يعني كنا نتمنى للمستقبل إن شاء الله إن مشاركاتكم شاء معنا الله إن شاء الله نتواصل على إن شاء الله. الأكاديمية وعلى منصة أريد. بارك الله بك إن شاء دكتور، الله. شكرا جزاك شكرا الله جزيلا. خير، شكرا جزيلا على للمداخلة دكتور دكتور، عبد الله، تحياتي تحياتي. يحفظك. طبعا عندنا سؤال من هالة العوفي، ست هالة تقول: السلام عليكم، كيف يمكن تهيئة طلبة العالم الإسلامي من خلال المناهج الدراسية بالتعرف على هذا العلم ثم إيجاد دور فاعل لهم في صناعته فيما بعد، وهل دمجه بالمناهج مكلف ماديا؟ طبعا ست هالة، قضية الاهتمام بعلوم الفلك والفضاء يعني للنشأ، للطلبة الابتدائية والإعدادية والمتوسطة والإعدادية يتفاوت بين الدول، يعني كل دولة تضع منهاج معين حسب اهتماماتها وخططها المستقبلية، فتجدين الدول المتقدمة راح يكون مناهجها مفعمة بالقضايا الفلكية، وطبعا هي ليست مكلفة، يعني مثل ما يوفرون بقية المواد الإنجليزي، رياضيات، العربي، ممكن يوفرون مادة في كل مرحلة تكون متخصصة في علوم الفلك والفضاء. وحقيقة أنا يعني عندي يقين أنه الدول اللي راح تهتم بهاي المسألة وتضع من ضمن مناهجها مناهج متخصصة، بس المشكلة وين عندنا إحنا؟ إحنا مثلا بالعراق اللي يدرس منهج الفلك والفضاء، بالعراق اللي يدرس منهج الفلك يوجد منهج بسيط من ضمن الفيزياء أو كذا في بعض المراحل، ويدرسه أستاذ غير متخصص، مما يسبب يعني هو اصلا الاستاذ ما عنده اهتمام بالموضوع، فمن يجي يدرسه راح يكون يعني مفرغ من محتواه. نتمنى انه على دولنا انه هذه الماده تنزل من ضمن المواد الاساسيه اللي تدرس للنشء، تحاول تنشئتهم ان يكونون محبين لهذا العلم، وليست مكلفه حقيقه، هي من ضمن المناهج، ممكن يكون منهج مستقل بذاته وفي استاذ يدرس، لان احنا مثلا في العراق عندنا قسم الفلك والفضاء يخرج سنويا طلبه، هؤلاء الطلبة ممكن يدرسون، وطبعا عندنا تجربة، عندنا طالب من طلابنا حاليا هو يدرس في إحدى مدارس وزارة التربية في بغداد، حقيقة كان متميز في تدريس، هو وضع في لمادة الفيزياء لكنه عمل من ضمن مادة الفيزياء جزء باللي تعلمه من قسمه مواد الفلك، فكان إضافة نوعية حتى للمدرسة يعني ولطلبة المدرسة، وبدأ يغير أفكار الطلبة باتجاه بناء، يعني باتجاه الفضاء والفلك وهذه العلوم الحديثة. فأرجو أن أكون يعني قد أجبت على سؤال حضرتك ست هالة، حياكم الله. ساتذتنا ما أعرف إذا تقول منو بعد، كيف يمكن مساعدة مجموعة من الطلبة بدورات تثقيفية عن علم الفلك والفضاء؟ ست باسمة محسن، ست باسمة نعم، احنا حاضرين قسم الفلك والفضاء في كلية العلوم جامعة بغداد، إذا كنت في العراق ممكن احنا حاضرين أساتذة القسم، واحنا دائما عندنا أيضا من ضمن خطط قسم الفلك والفضاء للتطوير المجتمعي أنه نطلع زيارات للمدارس والمؤسسات، ونتعاون مع دائرة الرعاية العلمية في وزارة الشباب والرياضة لنشر هكذا دورات. ممكن حضرتك تتواصلين ويانا بالقسم، وعندنا صفحة القسم، قسم الفلك والفضاء، صفحة على الفيس، وعندنا أيضا صفحة على الانستغرام لطلبة قسم الفلك والفضاء، وإحنا حاضرين لأي شيء ولأن إحنا مستمرين أصلا، هو من ضمن منهاجنا أن نزور المدارس ونعطي محاضرات. عبد الخالق، تفضل عبد الخالق، حياك الله. طبعا عبد الخالق من هواة الفلك المتميزين في العراق، وأنا أعتقد أنه إن شاء الله له سيكون شأن واعد في علوم الفلك والفضاء. تفضل عبد الخالق، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا دكتور على هاي المحاضرة الرائعة، وشكرا للأساتذة أيضا على هاي المحاضرة وهاي المعلومات ما شاء الله الوفيرة. حياك الله. أحب أشارك معلومة صغيرة اللي هي الرحلات الفضائية، إنه ليش تكون بها تأخير خاصة إذا كانت متاحة للسفر الفضائي بشكل عام، إنه التأخير بين التخطيط وبين بدء الرحلات الفضائية. الرحلات الفضائية تمر بخمس مراحل أساسية، خاصة إذا كانت أساسي إنه متاحة للعامة بشكل عام، من رحلات السفر أو رحلات يعني الترفيه أو هيك شيء، ألا وهي مرحلة التخطيط والموافقة القانونية والاختبار والإطلاق الاختباري والإطلاق الرسمي. مرحلة التخطيط تكون من قبل شركة الفضاء هي نفسها، مثلا نقول على مثال شركة سبيس اكس، انه كاختبار للتخطيط حاليا مشروع ستارشيب لنقل الناس بشكل عام، متاح لأي شخص برحلات سب اوربيتال، وأيضا السفر إلى المريخ أيضا بالإضافة. كان بالبداية عندهم صعوبة بالموافقات القانونية لأنه اختبارات ماكو، فلجأوا للاختبارات وتم هذا المشروع اختباره بأكثر من مرحلة لحد ما حصلوا شبه موافقات قانونية، يعني مو كاملة هاي الموافقات. الآن هم بمرحلة اختبار، وقبل يعني كم يوم كان اكو رحله تجريبيه شبه ناجحه، انه نجحت بمدار اوربت كامل، بمدار دوره كامله على الارض، لكن بمرحله اعاده تدوير الصاروخ ما نجحوا. فهم حاليا بحاله الاختبار حتى يحصلون الموافقات القانونيه من سلطه الطيران المدني، حتى يكون انه تامين الاجواء كامله، يكون نقل متاح للعامة من حجز ومحجز وغيرها، لأنه سب أوربيتال وأوربيتال بالناحيتين. حاليا هم بالإطلاق الإطلاقات الاختبارية اللي تكون أما ناجحة أو فاشلة. يعني أيضا هم يعني إنه الصاروخ معرض للفشل، الرحلة معرضة للفشل، العدة من العوامل، من العوامل الناحية التطويرية ومن الناحية الميكانيكية، من الناحية الميكانيكية والناحية التطويرية، لأنه بعد المشروع ما كامل. لحد ما يكون الإطلاق الرسمي بعد ما يأخذون الموافقات القانونية الكاملة من سلطة الطيران المدني، حتى يكون متاح للعامة، يكون نقلها بشكل عام مفتوح الحجز كامل للناس. وشكرا دكتور. بارك الله فيك عبد الخالق، اتحفتنا وهذا ما اعتدنا منك، بارك الله فيك. دكتورة مريم تفضلي، ممكن تعرفينا بنفسك؟ ممكن تفتح لها المايك استاذ عدنان، اخاف ما تقدر تسوي عن ميوت. نعم تم دكتور، بس تضغط على المايك وإن شاء الله تم. تفضلي دكتورة مريم، المايك إليك. ظهر دكتورة مريم ما موجودة. طيب ناخذ مداخلة دكتور إسماعيل. تفضل دكتور إسماعيل، عرفنا بنفسك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيكم، شكرا لك دكتور عبد الله على المعلومات القيمة والمحاضرة المفيدة حقيقة، حياك وكم الله، أهلا دكتور. يعني نستمتع بمثل هذه المحاضرات، وهذا العلم الحديث حقيقة يعتبر في الوطن العربي. معكم أخوكم الدكتور إسماعيل حسين، رئيس الاتحاد العالمي للمخترعين. ما شاء الله، أنا لا أستطيع أن أضيف فوق هذه المعلومات، ولكن يعني حبيت أدخل يعني مداخلة بسيطة أو استفسار بسيط. دكتورنا الفاضل، ألا نجد أنه يعني هذا العلم هو يعتبر علم متطور حقيقة للفضاء، لكن هل توافقني بالرأي
أننا يعني الآن نتكلم بعلم سابق لأوانه، وكوننا يعني نعتبر من الدول العربية أو البلاد الوطن العربي، أن يعني نحظر أو يحظر علينا مثل هذه العلوم، وخاصة من العالم الغربي، وهم حقيقة يفرضون علينا هذا التأخير وهذه العراقيل، ولا يريدون مننا أن نصل لمثل هذه العلوم، وهذه علوم تعتبر علوم متقدمة جدا. يعني ألا توافقني أننا نحن الآن في مرحلة البناء للأرض؟ يعني نحن على الأرض علومنا متأخرة جدا بالنسبة بالمقارنة للعلوم الغربية. ألا تجد كيف الآن البلاد العربية ووطننا العربي مهدم، ويصيح وينادي ويستغيث مما يحدث من هدم البنية التحتية؟ ألا ترى الحروب القائمة الآن في مثل سوريا، في مثل العراق، في مثل اليمن، في مثل ليبيا، وأيضا مصر تعاني ما تعاني. فنحن البنية التحتية ما زالت للأرض ضعيفة ومهلهلة، ويعني يريدون أن لا نتقدم أي شيء نستطيع أن نعيش فيه بحياة استقرار ونقدم شيء على الأرض. فكيف يريدوننا أن نصعد إلى الفضاء ويكون لنا دور من رحلات فضائية وسياحية وما أشبه ذلك؟ فأعتقد يعني أننا الآن يعني لا نستطيع أن نقدم مثل هذه الدراسات العلمية بشكل يعني ارتياحي، طالما أنك لا تجد من يسعفنا أو من يساعدنا على القيام بمثل هذه العلوم. وأنتم تعلمون أن السياسة لكل بلداننا العربية هي ممنهجة، ولا يمكن أن تدعنا، ويعني تجعل العلماء من أمثالكم وكثير من المخترعين أن يبدعون في بلدانهم ليقدموا لبلدانهم الفائدة والعلم وما أشبه ذلك. وبالتالي إلى الآن علماءنا يحظر عليهم أن يقدموا شيئا جديد. ألا ترى إلى الآن نحن إلى الأرض لا نتقن صناعة سيارة في الوطن العربي؟ وإذا يعني نفكر بمثل هذه الاختراعات يمكن شيء من المستحيل، فما بالك الآن يريدوننا أن نغزو الفضاء وتكون لنا رحلات فضائية ويكون لنا علم، مع أننا جديرين من أمثالكم من يقدم هذه العلوم بكل قوة ويقدمها للطلبة في الجامعات، ويمكن وهناك من يعني استشرنا بأكاديمية الفضاء التي أطلقتها منصة أريد، ولكن ألا تجدون أننا نسعى في حل المعضلة لنقدم مثل هذا العلم؟ وهذه جامعاتنا إلى الآن أنت عفوا دكتور، تسمعني؟ دكتور اسماعيل، قطع صوت دكتور اسماعيل. حقيقة الأمر يعني أساتذتنا، يعني أنا أشوف يعني أو أرى أنه يجب أن نسعى ونعمل بكل طاقاتنا. دكتور اسماعيل إذا تسمعني، إذا بعدك كنت ويانا والأساتذة الحاضرين، نحن في دولنا العربية للآن لم نفعل شيء، لم نبادر في علوم الفلك والفضاء حتى نرى ردة فعل المقابل. لا، بالعكس بالعكس، في مبادرات لدينا جيدة جدا، التي تسعى لها دول المنطقة، منها الإمارات العربية المتحدة وبرنامجها في الفضاء الواعد، وكذلك السعودية. وأنت تعرف حضرتك أنه نحن نقول أنه علم الفلك والفضاء هو علم الدول المتطورة وعلم الدول الغنية، لأنه الدولة لما تستكمل بناها الأرضية التحتية راح تكون قادرة على أن تبني مشاريع فضائية. فرأينا ما فعلت الإمارات من مسبار الأمل،
ما رأينا من هزاع البلوشي، رأينا من رواد الفضاء السعوديين. حقيقة الأمر لم يعارضهم أحد أن ذهبوا إلى هذه يعني فعلوا هكذا برامج، وفعلوا هذه البرامج في بلدانهم. فحقيقة الأمر أنا يعني ممكن أختلف معك دكتور إسماعيل بمسألة، يعني دعنا كل من مكانه، كل صاحب تخصص يرفع راية العلم في تخصصه ويعمل قدر استطاعته. صدقني قضية تطوير البلدان تبدأ من النفس والذات، يعني نحن يجب أن نحارب أنفسنا وذاتنا ونخرج من هذا الانكسار. يعني هذا أنا أسميه انكسار نفسي، نحاول دائما أن نكون ضعيفين أمام المقابل. المقابل لم يبادر بشيء تجاهنا. نحن في العراق حصل يعني في أكثر من مرة كنا نريد أن نتطور، حقيقة نمر بظروف لكننا نرجع ونعمل. إذا كان المقابل لا يريدنا أن نتطور هذا شأنه، يعني أنا أفعل ما أستطيع، وعندما أصل إلى حد يوقفني هو ذاك الوقت أقول نعم لقد فعلت وأوقفني. لكننا لم نفعل، يعني الآن، والآن مشاريع واعدة في المنطقة كثيرة، يعني مثل ما قلت لحضرتك دكتور إسماعيل أنه مشاريع الإمارات التي نرفع لها القبعة احتراما لما وصلوا له، يعني وهذا طبعا إجا من تضافر جهود علماء كثر يعني في الوطن العربي، شاركوا في هذه المشاريع، كذلك في السعودية، كذلك لدينا نحن في العراق. نحن من السبعينات لدينا مشاريع فضاء، لكن تعرف الأمور اللي يمر بها البلد. لكن أقول لك سنرجع، يعني لدينا طاقة ولدينا كوادر خلاقة تستطيع أن تعود إلى المقدمة من جديد وتعمل على رفع راية هذه العلوم في بلداننا. أنا أعتذر منك دكتور إسماعيل، عندنا بس مداخلة أخيرة الست سماح فلاح، أنطيت ست سماح دقيقتين لأن ما بقى عندنا وقت، تفضلي. آسفين. مرحبا، طبعا أنا أشكركم على هاي المبادرة كلش حلوة، والمحاضرات بصراحة كلها كانت رائعة. أنا لا بس سؤال واحد عندي، اللي بالنسبة للسياحة في الفضاء، هل يعتبر أو يطلق عليه اللي شخص اللي يطلع اسم رائد فضاء؟ ها هي، شكرا. نعم حياك. طبعا ست سماح، قضية ريادة الفضاء ورائد الفضاء. رائد الفضاء له شروط، يعني إذا سمعتي حضرتك شفتي دكتور دريد لما تكلم أو دكتور حارث أو حتى مداخلة كانت عبد الخالق، واضحة أنه ريادة الفضاء كي أكون رائد فضاء راح أخضع لأمور كثيرة، منها أمور جسدية نفسية ذهنية، خصوصا الجسدية. يعني رائد الفضاء هو جزء منه طيار، يعني انت الطيار اللي يتحقق لدى طيار الطائرات النفاثة يجب ان يتحقق عند رائد الفضاء واكثر، يعني يجب ان يكون يخلو من الامراض، رياضي، له يعني عضلة القلب لها حد معين، قوة معينة، يجب ان يخضع لتجارب كثيرة حتى يعطى صفة رائد فضاء. ورواد الفضاء بالبلدان قليلون، لانه ليس من السهل أن أحد أن يدخل هذه الاختبارات ويخرج منها. ريادة الفضاء الأخرى أو سياحة الفضاء ستكون متاحة، لكن نتكلم عن يعني نتكلم عن خط كارمان ما بعد شوية. ممكن أنا ما سمعت أنه أحد راح القمر ورجع وقالها دكتور، شو اسمه دكتور، عذرا دكتور دري، لكن أنا ما سمعت أكو شخص إنسان عادي راح وصل لهاي، لكن هي متاحة، لكن تحتاج إلى شخص معد اعداد خاص. يعني احنا الطائرات الاعتياديه لما نصعد يحتاج منهم في الطائرات الى معادله الضغط والاكسجين، ضخ الاكسجين بقوه وغيرها، حتى لا يصير عندنا هذا التسمم وغيره والاختناق اللي يصير عندما نرتفع في درجات الغلاف الجوي العاليه. لذا فرياده الفضاء تحتاج الى متدرب مجتاز لاختبارات طويله في كثير من الامور، ثم يعطى صفة رائد فضاء. أرجو أن يعني تكون وصلت الفكرة سيد سماح. أساتذتنا هنا أعتقد إحنا يعني وصلنا لنهاية ندوتنا، يبقى فقط أستاذ عدنان مشكورا يتفضل يشرح لحضراتكم شلون ممكن تسجلون بالمنصة وشلون ممكن تاخذون شهادة مشاركة. أستميحكم عذرا وأسأل الله أن يفتح على الجميع ويبارك فيكم وفي رمضان ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل استاذ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا سعادة الدكتور عبد الله على هذا التقديم الرائع والكلمات التي دغدغت مشاعرنا وأطربتنا، بارك الله فيك، وكل الشكر موصول إلى حياك الدكتور الله. دريد والدكتور حارث على المعلومات الرائعة التي قدموها، وكذلك الشكر موصول لسعادة الدكتور سيف السويدي على محاضرته الرائعة والمداخلة الأكثر من رائعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم، ورمضانكم مبارك وتقبل الله الطاعات. نعم حضورنا الكريم حياكم الله وبارك الله فيكم، ننتقل الآن معكم إلى شرح طريقة الحصول على شهادة هذه الندوة. تم وضع رابط الشهادة في الشات، بإمكانكم الدخول مباشرة على الرابط. أما من يريد أن يستزيد فسنشارك معكم الآن الشاشة إن شاء الله لشرح ذلك بالتفصيل. نعم أحبتنا الكرام، نقوم سوية بالدخول على محرك البحث جوجل ونكتب في خانة البحث منصة أريد العلمية، تظهر لنا بهذا الشكل الذي يظهر أمامكم. بالنسبة للأعضاء المسجلين في المنصة يرجى فقط الضغط على تسجيل الدخول، فيطلب منه الإيميل وكلمة المرور فيدخل مباشرة إلى المنصة. أما من لم يسجل بعد ومن لم يلتحق بركب المنصة فبإمكانه الضغط على تسجيل حساب جديد، فيتطلب الأمر بعض المعلومات وهي جدا بسيطة مثل الاسم باللغة العربية والاسم بالإنجليزية وبريد الإلكتروني فعال وتأكيده وكلمة المرور وتأكيدها واختيار الدولة التي نحن فيها، ومن ثم الضغط على التسجيل فنكون رسميا أعضاء بالمنصة. ويوجد في أعلى الشاشة شرح مبسط لعملية التسجيل لمن استصعب عليه شيء. ننتقل بعد ذلك مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للمنصة أو ما يسمى بالحائط، والذي يظهر أمامكم بهذا الشكل. تجد في وسط الشاشة سباق الأمم، البرنامج الرمضاني الذي نحن بصدده، سباق الأمم. عند الضغط على سباق الأمم ننتقل مباشرة إلى الصفحة الخاصة بالبرنامج، وبإمكانكم الاطلاع على جميع الأقسام، أقسام سباق الأمم. نختار منها بأعلى الشاشة الجلسات كما يظهر أمامكم، الجلسات، فنجد الجلسات جميعها ما قدم وما سيقدم إن شاء الله. نختار منها الجلسة الثامنة أو الندوة العلمية الثامنة، فينتقل مباشرة إلى الندوة العلمية أو صفحة الندوة العلمية. نقوم بالضغط على ندوة علمية السياحة الفضائية، الحلم يصبح حقيقة، فينتقل مباشرة إلى الصفحة الرئيسية وبإمكانكم الحصول على الشهادة. عند الضغط على شهادة المشاركة سوف يطلب كود، الكود هو، أرجو تسجيله حتى تستطيعون الدخول مباشرة بعد طلب الكود، الكود هو 300 200 300 200، الكود هو 300 200، وعند ذلك نقوم بإصدار الشهادة فتظهر الصفحة بهذا الشكل. نقوم بالضغط على تحميل الشهادة الإلكترونية فتظهر الشهادة الإلكترونية كما تظهر أمامكم على الشاشة. وننوه أن هذه الندوة برعاية أكاديمية أريد لعلوم الفضاء والفلك ومنصة أريد العلمية. تظهر الشهادة أمامكم بهذه الصيغة. أيضا ننوه إلى أن إن شاء الله ستكون التسجيل لهذه الندوة سيتم رفعها على القناة الخاصة بمنصة أريد العلمية على اليوتيوب، وتشاهدونها إن شاء الله غدا، التسجيل سينزل غدا إن شاء الله، وهذه
جميع الندوات والمحاضرات التي قدمت في الأيام الماضية ستجدون التسجيلات جميعها إن شاء الله موجودة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والكلمة الختامية لدى الدكتور عبد الله الركابي فجزاه الله خيرا. تفضل سعادة الدكتور، الكلمة الختامية مع حضرتك. بارك الله فيك أستاذ عدنان، جزاكم الله خير. وحقيقة يعني كانت الندوة بوجود حضراتكم حقيقة مفيدة وماتعة، وحقيقة أتحفونا الأخوة دكتور دريد عبد السلام والدكتور حارث والدكتور سيف. كانت محاضراتهم حقيقة لبت الطموح، فكان ما كان في القلب حقيقة ما كنت أتمناه من مخرجات في هذه الندوة حصلت عليه بفضل الله وبثقتي العالية، ثم بثقتي العالية بالأخوة على حسن اختياراتهم وطرحهم. كذلك نشكر الأخوة الحضور جميعا، كان حقيقة وجودهم إضافة لنا وتحفيز لغرض أن نتقدم أكثر في خطواتنا باتجاه تطوير علوم الفلك والفضاء بالعراق، أو ليس فقط في العراق، في كل دولنا العربية. نسأل الله أن في رمضان أن يحقق آمالنا وأحلامنا، وأن نرى دولنا العربية في المقدمة تسابق الأمم في كل مجالات الحياة، وأن نرى أهلنا في غزة لا ننساهم طبعا، أن نراهم على أحسن حال وبعيدين عن هذا الأمر الذي ألم بهم. نسأل الله لهم الخلاص والنجاة، وأن يشاركونا ندواتنا وأفراحنا بعد أن ينجيهم الله سبحانه وتعالى ما هم فيه. أسأل الله أن يبارك فيكم وفي أعماركم ويحفظكم، وأن نلتقي دائما على خير في مشوارنا في تطوير علوم الفلك والفضاء. حياكم الله أساتذتنا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.